أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. فنتوكل على الله ونبتدئ السنترال نيرفوس سيستم موتور. كنا فرغنا من السنسوري ونبتدي لكتشر 1، وهي خاصة بالريفلكسز وعلى وجه التحديد الاسترتش ريفلكس. وبعتذر عن هذا الانقطاع لأنه زي ما بقول انا I'm not using my house، والناس بتستقبل UPS اللي هي الحاجات اللي بتجي لهم دي عن طريق البريد، فما اقدرش كنت اعطلهم، فيعني اديت لهم فرصه ياخدوا الحاجات اللي هم عاوزينها. Then we started، فسوري على this interruption. فهنبتدي lecture 1 في central nervous system، وهي خاصه بالريفلكس. وهنعيد تاني يا اولاد، فنقول الاتي: And reflexes can be classified. ممكن نقسم reflexes بالطرق الآتية. Can be classified according to ثلاث طرق. ممكن نقسمهم حسب السنتر. لو السنتر هو السباينال كورد نسميه سباينال ريفلكس. السنتر هو المدلة نسميه مدلة ريفلكس. السنتر هو الميد برين نسميه ميد برين ريفلكس. السنتر هو السيريبرال كورتكس نسميه كورتيكال ريفلكس. تمام؟ طيب يبقى حسب السنتر عندي اربع انواع: سباينال، ميدالري، ميد برين او كورتيكال. لو كان السيريبرال كورتكس حسب السايت اوف ريسبتور بنقسمه لثلاثه. لو ريسبتور في السكين والسبكوتينيوس تيشو هنسميه سوبرفيشال ريفلكس. لو انه في الميد برين هنسميه ميد برين ريفلكس. اسف ايه ده؟ لو انه في السكين والسبكوتينيوس تيشو هنقول سوبرفيشال ريفلكس. لو انه في الماسل هنسميه ديب ريفلكسز. لو انه في الفيسرا هنسميه فيسرا ريفلكس. ممكن نقسمه حسب النمبر اوف سينابسز الى مونو سينابتيك، لو في بيلتقي الافرم بالايفرم مباشره وما فيش ما بينهم غير وان سينابس، فيش انتر نيرون. وده ما فيش غير اكزامبل واحد عندنا في الجسم اللي هو الاسترتش ريفلكس. او باي سينابتيك وعندنا اكزامبل واحد اللي هو الانفيرس ستريتش ريفلكس، عكس الاسترتش ريفلكس. اما بقيه الريفلكسز ففيهم وان اور مور انتر نيرونز ويبقوا بالتالي بولي سينابتيك. فانا عاوز يا اولاد في كل ريفلكس تبقى مستعد لاجابه الثلاث اسئله دي: مين السنتر؟ حاجه من اربعه: سباينال او ميدلري او ميد برين او كورتيكال ريفلكس حسب مكان السنتر. حسب السايت اوف ريسبتورز حاجه من ثلاثه: سكينو سبكوتينيوس تيشو يبقى سوبرفيشال، ماسلز يبقى ديب، في الفيسرا يبقى فيسرا. حسب النمبر اوف سينابسز، ودي التقسيمه الاهم، بنقسمه الى مونو سينابتيك، باي سينابتيك، اور بولي سينابتيك. طيب ننتقل بقى لاول ريفلكس وهو المونو سينابتيك ريفلكس، اللي هو مين؟ قلنا عندنا مثال واحد بس اللي هو الاسترتش ريفلكس. بقول يعني ايه استرتش ريفلكس يا اولاد؟ يعني اي عضله نعمل لها مودريت استرتش تعمل كونتراكشن. والغرض بتاع هذا ريفلكس هو الحفاظ على طول العضله، نفرض ده طول العضله. اي عضله تعمل لها مودريت ستريتش تعمل كونتراكشن، يبقى الايم تو مينتين كونستانت لينث اوف ا ماسل. وقلت ان هذا الاسترتش ريفلكس اللي هو الوحيد اللي مونو سينابتيك هو المسؤول عن البالانس اللي بيتمتع بيه الانسان. وقلتها ازاي؟ ان انا عشان اقعد ان بالانس ما اقعش احافظ على البوشر بتاعي لازم مركز الثقل، هنقول هندسيا، يبقى العمود الساقط على الارض على الاريا اوف سبورت اللي هي 2 فيت بتوعي يقع داخل الاريا اوف سبورت. يبقى مركز الثقل لو خدت منه عمود لازم يقع داخل الاريا اوف سبورت اللي هو 2 فيت. طب وده يتحقق ازاي؟ فكر معايا. يبقى لو انا هميل كده ناحيه اليمين يبقى العضلات دي ستريتش بتعمل كونتراكشن. طب لو هميل كده شمال العضلات دي ستريتش كونتراكت. فاولويز هذا ريفلكس بيحاول يحتفظ بالسنتر اوف جرافيتي العمود اللي نازل منه داخل الاريا اوف سبورت، وبالتالي يحافظ على البوش.
وقلت انه لازم يبقى سريع جدا جدا جدا. ليه؟ لانه مش بيحصل بس وانا واقف، بيحصل وانا ماشي وايل رانينج وجامبينج وانا بنط. فلازم كل مره مودريت ستريتش اعمل كونتراكشن، مودريت ستريتش اعمل كونتراكشن تو كيب السنتر اوف جرافيتي، العمود الساقط منه داخل ايريا اوف سبورت فما اقعش. وقلت يا اولاد ان الاسترتش ريفلكس ده هو السبب في السيفيلايزيشن اللي احنا عايشين فيها. ليه؟ فهمتها لك. هو ده اللي خلى الانسان، اما بقول لكم قصه، ان منذ عشرات الالوف من السنين كان الانسان بيمشي على الاربع اطراف زي الدواب، ما يعرفش ان ربنا اختصه بنعمه وهي الاسترتش ريفلكس اللي هو فائق السرعه، بحيث انه تملي بيحفظ له على السنتر اوف جرافيتي داخل اريا اوف سبورت اللي هي صغيره قوي قوي اللي هي التو فيت. فبقى بقيه الكائنات بيستخدموا الاربع اطراف للمشي للبروبالشن، انما احنا عندنا التو ليجز بس بقوا للبروبالشن نمشي بيهم، وفي طرفين تانيين فاضيين خالص هم اللي هم التو ارمز. صنعنا بيهم السيفيلايزيشن حتى يسموهم الاورجانز اوف مانيبيوليشن. فلولا هذا الاسترتش ريفلكس كنا بقينا زي بقيه الدواب بنستخدم الاربع اطراف للبروبالشن يعني الاندفاع، وبالتالي ما عندناش اطراف فاضيه نصنع بيها الحضاره. لكن هذا الاسترتش ريفلكس خلانا نقدر نحافظ على الاتزان على فيري نارو بيز اللي هي الاريا اوف سبورت اللي هي التو فيت، واتينا هم ما بقوش فور بروبالشن، بقوا للتعامل باليد المانيبيليشن، صنعنا بيهم الحضاره. ففي الاول انا حاولت احببك في الاسترتش ريفلكس تفهم احنا جايين ندرس ايه. هذا الاسترتش ريفلكس هو الذي صنع السيفيلايزيشن اوف مان كايند اللي عملناها بايدينا، لان احنا بنستخدم اتنين بس فور بروبالشن. طيب تعالى بقى نشوف مع بعض ستريتش ريفلكس. قلت علمتكم في السنسيشن لما يجي لي اي سنسوري باثوي هنتكلم عليه في خمس نقط، فاكروا الثري اوردر نيرونز، ثلاثة نيرونز بترتيب معين مسبوقين بالريسبتور ومعقوبين بالسنتر مع عشقة مستعشق النظام. يبقى اي سنسوري باثوي لازم تفلفيل خمس نقط في اجابتك، تقول الثري اوردر نيرونز وقبلهم الريسبتور وبعديهم السنتر. طب لما تيجي تتكلم على اي ريفلكس علمتك في ثلاث نقاط اساسيه، لازم تشرح الافرنت ليمب والسنتر والايفرنت ليمب، لان دول هو اللي بيضيع فيهم التايم حتى يسموهم التوتال ريفلكس تايم. يعني التوتال ريفلكس تايم بيضيع فين؟ في كوندكشن تايم في الافرنت، والسنترال ديلي اللي هو حسب السنتر، وكوندكشن في الايفرنت. ده اهم ثلاث نقط في اي ريفلكس، لكن للطالب اللي عاوز يطلع من الاوائل لازم تشرحها في ست نقط بقى مش ثلاثه بس. دول الثلاثه الاهم، الافرنت والسنتر ايفر، بس التيبيكال تشرحهم زي ما هقول لك كده. الاول تقول الاستيمولس، وبعدين الاستيمولس ده هياثر على الريسبتور يبعت عن طريق افرنت سنتر ايفرنت وبعدين الريسبونس. وقلت بطريقه جميله لو خدت الانيشالز بتاعتهم يعني حرف الاس مع الار مع الاي مع السي هتلاقيها ماشيه كلمه غريبه شويه بس هتذكرك، صراصير. يبقى اما حتى بعد كده هنتفق مع بعض لما اقول لك هنشرح ريفلكس قول لي فين الصراصير، يعني فين الاستيمولس والريسبتور والافرنت والسنتر والايفرنت والريسبونس. كده يبقى الشرح كامل، ما حدش يقدر يحط لك حاجه غير للاول بنحط نقطه سبعه احيانا اللي هي الايم اوف ريفلكس اللي حاططها باللون الاحمر اهي. تعال نطبق للاوائل. ايه الاستيمولس بتاع الاسترتش ريفلكس؟ بليز افتح ودنك كويس. مودريت ستريتش، يعني ما تقوليش ستريتش، مش عشان اسمه ستريتش ريفلكس تقول لي ستريتش، تقول لي مودريت ستريتش، لان الماركد ستريتش الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده، هيعمل لي حاجه اسمها انفيرس، بالعكس انفيرس ستريتش ريفلكس زي ما هنشوف. طب الريسبتور بص معايا موجود في الفليشي بارت اوف ماسل اسمها ماسل سبندل. طب والافرنت، احسن افرنت تمتلكه 1A، حتى الواحد تملي يقول الحاجه دي A1
بس احنا هنا هنقولها بالعكس 1A. طيب والسنتر ده الريفلكس الوحيد اللي هو مونوساينابتي، يعني الافرم بيلتقي بالافرم مباشره، مفيش ولا انتر نيرون مونوساينابتي. طب والافرم احسن افرم عندك ايه؟ الفا. لان احنا كنا بنقسم الفايبرز يا اولاد حسب 1 و2 و3 او A و B و C. انت منقي احلى حاجه هنا 1A وهنا A الفا، مش احسن من كده. طب والريسبونس كونتراكشن. بص لي كده على هذا الريفلكس وجاوبني على السؤال الاتي. يبقى هذا ريفلكس سريع ولا بطيء؟ انا سامعك. طالب قال لي سريع، اجابه خاطئه نسبيا. هذا ريفلكس، افتح ودانك، فائق السرعه. ذا فاستست ريفلكس ان ذا بادي، اسرع ريفلكس. لان اي ريفلكس قلت لك لما يسالك في الشفوي التوتال ريفلكس تايم بيضيع فين؟ تقول له في ثلاث حاجات اللي هم المهمين، الافرنت والسنتر والافرنت. فده فيه كل مقاومات السرعه. اسرع افرنت 1A، اسرع افرنت A الفا، واقل سنترال ديلي، لان في 1 سينابس مفيش غيره اللي هو مونو سينابتك، مفيش ولا انتر نيرون، نص ملي سكند، يعني واحد على 2000 من الثانيه. فهذا ريفلكس يا اولاد ليس بسريع وانما فائق السرعه، فائق السرعه. وفهمت ليه في المقدمه اللي ضيعت وقتك فيها 5 مينتس ان البروجريس اوف مان كايند السيفيلايزيشن قائمه على ان احنا نعتمد في البروبالشن في الدفع والجري والمشي على قدم على رجلتين بس، مش فيري نارو بيس. متكلين على ايه؟ على ربنا اولا وعلى السرعه الفائقه للاستريتش ريفلكس. ان انا وانا بجري لو ملت كده حصل موتور ستريتش هيحصل كونتراكشن، كده موتور ستريتش كونتراكشن، وانا بجري وانا بنط فاول ذا تايم السنتر اوف جرافيتي في النص ما بقعش. هستخدم اثنين بس في البروبالشن ودول اعمل بيهم الحضاره سيفيلايزيشن. يبقى وده اللي ما كانش الانسان مكتشف وتصور، ما كانش واخد باله من عشرات الالاف من السنين ان هو عنده هذا السوفيستيكيتد ستريتش ريفلكس. عاوزك يتفاعل معايا وانا بشرح. احنا مش بنشرح معلومات بس، حاجه لازم تمتع. هذا الستريتش ريفلكس يا اولاد ليس بسريع وانما فائق السرعه، ذا فاستست ريفلكس ان ذا بادي، لان عنده احسن افرنت 1A، احسن افرنت A الفا، وبعدين اقل سنترال دي لانه الوحيد اللي مونوسينابتك. يعني انا عايزك برضه تفكر ان وراء الخلق خلق. التجميعه دي معناها ان في قوه عاقله. ما هو مش معقول ربنا يوفر في التوتال ريفلكس تايم بيضيع في ثلاث حاجات، فربنا مش هيوفر في اثنين ويضيع في واحده. الكمال لله وحده، وفر فيهم الثلاثه. 1A احسن افرنت، 1A الفا احسن افرنت، والريفلكس الوحيد اللي بيوصل لك. لايه القصد؟ اديك فهمت؟ يبقى بفهم مش بحفظ، ان يكون فائق السرعه. عشان برغم الفيري نارو بيز انك انت واقف على بيز صغيره قوي قدمين. انما الاتزان زي الفل في معظم الاونه، وتجري وتنط وتعمل نفسك فيه. في الاغلب مش هنقع، مش في الاغلب، غالبا 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 نادرا ما نقع. ايه الروعه دي يا ربي؟ طيب تعالى بقى افرجك على الريسبتور. تصور لاول مره هندرس ريسبتور لسؤال نظري مهم اللي هو الماسل سبندل. الماسل سبندل اهي. الاول بص فين الماسل سبندل دي؟ المغزى العضلي اهو. موجوده في الفليشي بارت اوف ماسل بارالل للماسل فايبرز. حتى انا زودت اهو الرسم. في الفليشي بارت اوف ماسل بارالل تو ذا ماسل فايبرز. تعالى بقى سؤال نظري مهم جدا لاول مره، سؤال نظري مهم ستراكشر ماسل سبندل اللي هو قائم عليها فهم هذا الموضوع. طيب وما عشقت مستعشق النظام يا اولاد. ادي الماسل سبندل اهي، شكلها زي المغزى ده اللي قلنا موجوده في الفليشي بارت اوف ماسل بارلل لل اهي للي لل ماسل فايبر اللي بره. يبقى عندي نوعين من الماسل فايبر. في ماسل فايبر جوه المغزل اسمها انترافيوزال ماسل فايبرز، هي دي ريسبتور. وفي ماسل فايبر بره المغزل يسموها اكسترافيوزال،
هي دي الاورديناري كونتراكتايل، هي دي اللي بتعمل انقباض. يبقى نوع الماسل فايبر اللي جوه السبندل اسمها انترافيوزال، عشان نفرقها منين؟ من اللي بره المغزى اللي هو الاكسترافيوزال اللي بيعمل انقباض. تمام؟ طيب طالب قال لي انت عودتنا على النظام، فقل لنا هتتكلم في كام نقطه؟ اتكلم في 4 نقط. يلا عد معايا على صوابعك كده، عد معايا. اول نقطه، each spindle فيها 8 to 10 intrafusal muscle fibers، كل واحده فيها 8 ل 10 الى 10 intrafusal muscle fibers. طيب تاني نقطة، types، we have two types of intrafusal muscle fibers، عندي نوعين. بص بقى معايا الرسمة، هحطهم لك في جدول جميل. في حاجة اسمها nuclear bag muscle fiber، يعني لأنه النيوكلياي موجودة في شكل شنطة، nuclear bag muscle fiber. أما لو النيوكلياي موجودة في شكل chain اللي هي باللون الأحمر دي، فيسموها nuclear chain muscle fiber. يبقى we have two types، nuclear bag و nuclear chain. دي تاني نقطة. طب السؤال، أو قبل ما نقول حتى السؤال، أحبك تاخد بالك إن مش كل الانترافيوزال ماسل فايبر بتشتغل كريسبتور، لا، السنترال بارت بس هي ريسبتور اريا. طب والبريفرال بارتس هنا في النيوكليار باج أو في النيوكليار تشين؟ كونتراكتايل، تعمل كونتراكشن عادي خالص. طب هو ليه ربنا عمل نوعين من الانترافيوزال ماسل فايبرز؟ الإجابة، نوع دايناميك اللي هو النيوكليار باك، ونوع ستاتيك اللي هو النيوكليار تشين. طالب قال لي مش فاهم، يقول فاهمك. الدايناميك بيشتغل while the stretch is going on، وانت بتشد العضلة، ولما توقف الشد الاكتيفيتي بتاعته تقل جدا. يبقى بيشتغل while the stretch is going on. انما الاستاتيك بتشتغل so long as the muscle is stretching، يعني بتشتغل لما تبقى وهي مشدودة، لكن مش وهي بتتشد. يبقى واحدة dynamic بتشتغل والاستريتش حادث، والتانية طالما العضلة مشدودة. طب انت جاوبني في النقطة التانية، يبقى بالعقل مين اللي هتبقى slowly adapting؟ سؤال ام اس كيو، 100% اللي هتقعد شغاله على طول اللي هي static slowly adapting. حتى حلو الاس مع الاس، الدايناميك هي اللي تبقى rapidly adapting. يبقى تعلمنا نقطتين. النقطه الثالثه والرابعه، ليه هاخدهم مع بعض؟ طالب زكي قال لي انت قلت لنا ان receptor area هي central part، دي لازم لها افرنت، عاوزه افرنتس. وقلت لنا ان البريفرال بارتس دي مش الريسبتور، دي كونتراكتايل، يبقى لازم لها افرنت. يبقى لاول مره يا اولاد نلاقي ريسبتور له افرنت وله افرنت. السنترال بارت اللي هو الريسبتور اريا لها افرنتس، والبريفرال بارتس اللي هي كونتراكتايل اريا لها افرنتس. طالب اسك قال لي انا اقول لك، وانت قلت ان هما نوعين باج وتشين، يبقى لازم يبقى عندي تو افرنتس وتو افرنتس. ادام هما تو تايبس يبقى في تو افرنتس وتو افرنتس. وتعالى بقى، هي دي الحته اللي مليانه اسئله ام اس كيو. فعندي تو افرنتس في برايمري وسكندري، برايمري وسكندري. اعرف معايا بقى البرايمري بيلف حوالين التو تايبس اوف انترافيوزال ماسل فايبر، فيسموه انيلو سبايرال. يبقى البرايمري يسموه انيلو سبايرال زي الحلزون اهو، تمام. وده جروب 1A، يعني اللي هو احسن نوع، ادخل نوع، 16 مايكرو، اسرع واحد 120 متر في الثانيه. ويبقى الطالب ذكي ادام لافف حوالين الاثنين، يبقى البرايمري ده هو المفضل. ليه؟ لان ده بيدي الدايناميك والاستاتيك ريسبونس، لانه متصل بالباج والتشين، يبقى يدي الدايناميك والاستاتيك. بينما السكندري افرنت متصل بس بالتشين، حتى بيبقى في شكل فلاور سبراي.
عارف يعني ايه فلور سبراي؟ عارف لما كده قطرات الندى تبقى على الزهره الصبح، تلاقي قطرات كده على اوراق الزهره، هو ده شكله كده متنطور على السنترال بارت اوف ذا نيوكلير تشين. وده 8 مايكرون بس وجروب 2 حتى لطيفه. يبقى البرايمري تعالى احفظها بطريقه حلوه، جروب 1 برايمري 1، السكند جروب 2. طب اعرف اللي بعدها لطيفه، البرايمري ده متصل بالنوعين، عشان كده السمك بتاعه قد ده، ده مصادفه طبعا، قد ده مرتين، ده 16 مايكرون ده 8 مايكرون، وطبعا ده الاسرع 120. عارف دي اصعب نقطه في الام اس كيو يا ولاد، ان الطالب اللي ما خدش باله يقول لك اه في باج وتشين، يبقى واحده ليها برايمري والتاني ليها سكندري. فين اهم نقطه؟ مش كده، ان البرايمري حتى بص في الجدول، انا كل حاجه بعملها بهدف، باكتب ما اعنيه واعني ما اكتب. البرايمري متصله بالاثنين، يبقى تدي دايناميك وستاتيك ريسبونس، اللي هي حتى برايمري يبقى 1 ايه، ولانها بالاثنين السمك 16 مايكروس، مجرد مصادفه بس جميله، و120 متر في الثانيه. انما السكند متصله بالتشين بس، يبقى تدي الاستاتيك ريسبونس بس، اللي هي قلنا جروب 2 وبعدين 8 مايكرون، يعني نص الثانيه من 16 مايكرون، وطبعا ابطا. يبقى فين اهم سؤال في الام اس كيو هنا؟ هقوله لك اهو، هو ده اللي بيجي، ان السكندري متصله بالتشين فبتدي الاستاتيك ريسبونس وسلولي ادابت. تيجي احفظها بطريقه الطف، اس 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 سي، اس سكندري، اس ستاتيك، اس سلولي ادابتنج تشين، اس 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 سي. اوعى تنساها محييك، لان البرايمري بقى مش الثانيه، لا قلنا البرايمري تشين وباك، يبقى ستاتيك ودايناميك، يبقى بتاخد على الناحيتين. فدي اهم سؤال بيلخبطوكوا فيه، ان مش واحده لكل انترافيوزر ماسل فايبر. النقطه الثالثه يا اولاد، الرابعه اسف، ان في تو اي فريندز هنا. ففي هنا بقى مفيش لخبطه، الدايناميك اللي قلنا الايفرنت هيروح لمين؟ للبريفرال بارتس، هي دي اللي بالكونتراكت. الدايناميك يروح للباج، الدايناميك دي لذيذه، والستاتيك يروح للتشين اللي هي ستاتيك، وبيبقوا جروب جاما. خد بالك بقى، سؤال مسكيو مهم قوي قوي، تو بي ديستينجويش، عشان تفرقها من الالفا، الايه الفا اللي بتغذي الاكسترا فيوزل. يبقى عاوز قيس ليلى، اما اقول لك اكسترا فيوزل اللي هي الاورديناري كونتراكتايل بتاخد بالفا، انما الانترا فيوزل البريفرال بارتس اللي دي اللي بالكونتراكت بتاخد بجاما. هما اتنين جروب، ايه ما هو في ايه الفا وايه بيتا وايه جاما، بس دي احسن من دي، الاكسترا فيوزل بتاخد بالالفا، اما الانترا فيوزل بتاخد بالجاما. طيب شويه نقاط بقى مهمه قوي، وركز معايا في الرسمه كويس قوي، ازاي بيحصل الريفلكس؟ تعال نفكر، لو الانترا فيوزال ماسل فايبرز اتشدت سواء دايناميك ولا ستاتيك، هتبعت عن طريق الافرنس اللي هم برايمري وسكندري، بص بقى بيروحوا لمين؟ بيروحوا للالفا اللي هي بتغذي الاكسترا فيوزال، يعملوا لها كونتراكشن. يبقى ده مسار الريفلكس، مسار الريفلكس. يبقى اما تشد الانترا فيوزال ماسل فايبرز تبعت عن طريق البرايمري والسكندري حسب هي دايناميك ولا ستاتيك، تشغل الالفا تو كونتراكت الاكسترا فيوزال ماسلز. طب واحد قال لي امال مين بيأثر في الجاما؟ انا شايف ان الجاما دي مش انفولفد في الريفلكس، يعني انا بدقق معاك، الريفلكس ارك الدايره اهي، الافرن بيروح للالفا، امال الجاما دي ايه؟ الجاما دي هتتاثر زي ما هنشوف في واحده من اهم الموضوعات في الطب بالهاير سنترز. في هاير سنتر يزودوا السنسيتيفيتي والاكتيفيتي، وهاير سنتر ينقصوا يقللوا السنسيتيفيتي بتاعت الجاما، وبالتالي الريسبتور هنفهمها كويس قوي قوي. معلومه ثانيه، انه غير ان الافرنس بينتهوا عند الالفا ويكملوا ريفلكس، بيبعتوا اسندنج فايبرز لفوق للسنترال نيرفس سيستم، يديله فكره عن الديجري اوف ستريتش اوف ماسلز، يعني كان الافرنس بتكمل الريفلكس تروح للالفا وبتطلع لفوق للهاير سنترز. خلاص؟ طيب نقطه بعد كده مهمه جدا في الام اس كيو، اما اقول دايناميك وستاتيك مخي يقول لي ايه؟ الدايناميك بتشتغل وايل ذا ستريتش از جوينج اون، والستاتيك وايل ذا ستريتش از مينتيند،
لا، في نقطة مهمة أوي أوي وهبقى أقولها ليه؟ لأنه وراء الخلق خالق. إن ربنا خلى الدايناميك ريفلكس ما بيشتغلش بس وايل ذا ستريتش إز جوينج أون. كمل الجملة الخطيرة دي. لكن بيشتغل ليث ويز سستين ستريتش. يعني برغم إن هو دايناميك المفروض يشتغل وايل ذا ستريتش إز جوينج أون. أه معظم شغله وايل ذا ستريتش إز جوينج أون. لكن مش معنى إن لما يثبت الستريتش يبطل ستريتش تقف عند طول معين انها بيبطل يبعت امبلس، بيبعت بس ليس امبلس. وحتى دي اقنعك تماما انه وراء الخلق خالق، يعني ما يبدو انها حقائق صعبه، وراء الخلق خالق سبحان الله. ده سؤال من اهم الاسئله للستريتش اوف ماسل سبندل. يبقى في عجاله كده نراجع سؤالين، سؤال شفوي مهم وسؤال تحليلي مهم. اشرح لي الستريتش فليكس في الشفوي. تقول انا اشرحه في ست نقط. Stimulus moderate stretch receptor muscle spindle afferent 1A ده الأهم والcenter monosynaptic والafferent A alpha والresponse contraction. يبقى اوعى في الاستيمولس تغلط moderate stretch. هذا الاستريتش هيسألك ده مش سريع ده فائق السرعه ده الفاستس لان هو اللي بيحافظ على الايكوليبر. لو انت طالب ممتاز تقول انا هقول لك جمله سبعه اللي هي الايم. ايه الايم بتاع الريفلكس؟ تو كيب كونستنت لينث اوف ا ماسل. يعني الماسل لما يتغير طولها ترجعها للطول اللي كان فيه. اند تو ريزيست اني ترايل اني ترايل تو تشينج ذيس لينث. ده الايم انها تحافظ على اللينث بغرض ايه؟ وذ ذا ايم اوف مينتيننج البوشر الواضح. يبقى الايم بتاع هذا ريفلكس انه تو كيب كونستنت لينث اوف ا ماسل ان تو ريزيست اني ترايل تو تشينج ذيس لينث والغرض الحفاظ على البوش. يبقى لما يسالك سؤال شفوي الطلبه الممتازين هتروح راس الست نقط وراهم الايم. وهيسالك سؤال داخل الشفوي هقول لك الريفلكس ده سريع، ما ده مش سريع تقول له ده الفاستست وتفهمه كده بطريقه جميله تقول له ان توتال ريفلكس تايم بيضيع في ثلاث حاجات افرن وإيفرنت والسنترال ديلي. طب ده أحسن إيفرنت 1A أحسن إيفرنت إي ألف وان سينابس مفيش غير. وفاهم أنت عشان ده اللي بيحافظ على البوشر وأنت بتجري وأنت بتنط فلازم يبقى فائق السرعة. طيب نيجي بقى للسؤال النظري تاني. ماسل سبندل أربع نقط. هتقول كل سبندل جواها من 8 ل 10 انترفيوجرال ماسل فايبرز. أهو to be distinguished من الاكسترا فيوزا اللي هي الاوردينري كونتراكتايل اللي سبلايد بالالفا عشان نخلص من الاول. دي نوت اهو سبلايد بالالفا دي مش تبع السبندل. اكسترا فيوزا الماسل بالكونتراكت بالالفا. يبقى ايتش سبندل فيها من 8 ل 10 انترا فيوزا ماسل فايبر. دي جمله عد معايا الاربع جمل. ثاني جمله اللي هم تو تايبس وعليه في تو افرنس. ثالث جمله وعليه في تو افرنس. تو تايبس قول معايا يا باج يا تشين حسب موضع النيوكليي. طب ليه ربنا عمل نوعين؟ انتوا بس اللي فاهمين. واحده دايناميك بتشتغل دلوقتي بقى افتح ودنك اساسا وايل ذا ستريتش از جوينج اون لكن ما بتبطلش بقى للاوائل لما يخلص الستريتش بتبعت بس لسه الدايناميك. شوف العظمه. بينما النيوكليار تشين دي ستاتيك. وفي النقطه دي نفسها تقول نقطه ثانيه مهمه ان يا جماعه الانترفيوجرال ماسل فايبرز الريسبتور اريا هي السنترال بارت والبريفرال بارت هي الكونتراكتايل بارت. عشان كده احتاجنا افرنت للسنترال بارت وافرنت للبريفرال بارت. بص في الرسمه افرنت للسنترال ريسبتور وافرنت للبريفرال بارت. طب الافرنت فين بقى النقطه اللي بتعقد الناس في الام اس كيو؟ ان في برايمري وسكندري. فانا اتصور كل واحده تغذي نوع من انواع الانترفيوجن. لا قال لك نحفظ السكندري وانت تعرف البرايمري. السكندري اس 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 سي السكندري استاتيك اس لولي ادابتنج ومتصله بالتشين فقط اهي اس 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 سي السكندري سلولي ادابتنج ستاتيك تشين. يبقى خلاص فاهم. يبقى البرايمري هي المتصله بالنوعين فتدي دايناميك وستاتيك. وبعدين تبقى عارف النقط دي في الام اس كيو ان البرايمري اللي هي 1 ايه بتبقى حلوه حتى برايمري 1 ايه انما السكندري بيبقى الفايبر جروب 2. طب ده متصل بنوعين هتخن 16 مايكرو انما ده 8 مايكرو وده بقى متصل بنوعين يبقى يدي ستاتيك ودايناميك. يبقى
ده اللخبطه في السبندل، ان مش نوع يدي الاستاتيك ونوع يدي الدايناميك. الاستاتيك السكندري ستاتيك سلولي ادابتنج متصله بالتشين بس. لخبطوها مش بقى اس 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 سي حفظتها الاجيال. السكندري ستاتيك سلولي ادابتنج تشين بس. البرايمري بقى دي بتاعت الاثنين. متصله بالتشين والباك وعليها تدي دايناميك وستاتيك. طب نيجي الايفرنت. الايفرنت بيغذوا مين؟ افهم. بيغذوا البريفرال بارتس، البريفرال بارت اوف انترافيوزال باسل فايبرز. تو بي ديستنجش لازم تميزهم من الاكسترافيوزال دي سبلايد بالفا، بالفا. انما الانترافيوزال بجاما. تبقى فاهم؟ وهنا بقى سهله، الدايناميك بتاخد جاما دايناميك والاستاتيك بتاخد جاما ستاتيك، يعني ما فيهاش لخبطه. التشين واخده ستاتيك والباب واخده ده، بس رايحين لمين؟ البريفرال بارتس. بينما الانترافيوزال الاكسترافيوزال سبلايد بالالفا. طيب نقطه مهمه بقى للفهم، مش هتكتبها بس يبقى فاهمها. ازاي بيمشي ريفلكس؟ لو شديت الانترافيوزال بس الفايبر هتبعت عن طريق الافرن اللي يصب في مين؟ في الالفا اللي بتغذي الاكسترافيوزال تكونتراكت المصر. طب هذا الافرنت بالاضافه انه بيمشي ريفلكس بيبعت امبلس لفوق للسنترال نيرف سيستم يخبرها عن وضع الاسترتش بتاع العضله، وهنفهم ليه بعد شويه. طب امال الجاما دول موجودين ليه؟ مين اللي هيشغلهم دول؟ دول مش في الدايره، مش في الدايره، بيشتغلوا بسوبرا سباينال سنترز، يعملوا لهم ستيميليشن او انهبيشن. دي الحته اللي هي المقدمه الصعبه شويه، اوعى تنساها. ست نقط والايم كسؤال شفوي، والاربع نقط في النظري هقول اهم نقطه فيهم. عارف هي ايه تاني؟ الافرنت برايمري وسكندري مش نوع لكل انترافيوزال مصر فايبر، السكندري استاتيك سلولي ادابتنج للتشين فقط. دي حلوه، دي ماشيه حلوه. واحد 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 واحد، السكندري استاتيك سلولي ادابتنج للتشين فقط. البرايمري، البرايمري وهقنعك ليه ربنا عملها كده، حتى دي هقنعك بيها. ده من نوعين باك وتشين، يبقى يدي ستاتيك ودايناميك. ودليل اخر ان في الدايناميك ريفلكس اهو ما بيوقفش بعد ما الاسترتش يخلص، بيشتغل اقل وايل الاسترتش از مينتين. طالب قال لي بقى فهمنا، نبتدي بقى الفهم الجميل بعد ما خلصنا الحقائق الهيستولوجيه والاناتوميه والحاجات دي، بس ما اقدرش ابتدي شرح بدونها يا اولاد، لازم نبقى فاهمينها. وعليه بص معايا بقى، يبقى انا تتوقع دام في نوعين من الريسبتورز يبقى في كام نوع من الستريتش ريفلكس؟ تو تايبس، في ستاتيك ستريتش ريفلكس وفي دايناميك ستريتش ريفلكس. انت قلت لي في نوعين، في ستاتيك وفي دايناميك. سيدي من فضلك، العضله لما تبقى شاددها على طول، وهنعرف الكلام ده بالتفصيل بعد شويه، يعني مينتين ستريتش هيعمل ايه؟ هيعمل مينتين كونتراكشن. يبقى حتى رد الفعل من نوع الفعل مينتين مودريت ستريتش هيعمل مينتين كونتراكشن، هو المسل تون اللي محتفظه بالبوزيشن بتاعتي كده، ما بقعش على وش، لان في تون. ان العضلات في حاله مودريت مينتين ستريتش عامله مودريت كونتراكشن اللي هو المسل تون، يبقى الاستاتيك ده المسل تون. بينما الدايناميك ده التندون جيرك يا اولاد. لما بنجيب مطرقه اهي بالشكل ده واضرب على التندون، فانا عملت سادن مودريت ستريتش الماسل. دائما ابدا نوع رد الفعل من نوع الفعل، ادام الاسترتش سادن لما ضربت على التندون حصل شد مفاجئ مودريت العضله، فتعمل سادن كونتراكشن فولد باي سادن ريلاكسيشن اللي هو الجيرك. يبقى دايناميك، يبقى عندي نوعين من الستريتش فليكس، في ستاتيك في دايناميك. ستاتيك اللي هي الماسل تون، ودايناميك اللي هي الستريتش فليكس. النقطه السهله اللي هي الاولى والثانيه، الصعبه الثالثه والرابعه، بس مش هتبقى صعبه عليكم ابدا. اعمل مينتين، ده نوع رد الفعل من نوع الفعل، مينتين ستريتش يعمل مينتين كونتراكشن اللي هو الماسل تون. انما سادن بريف ستريتش يعمل صادم كونتراكشن فولد باي ريلاكسيشن اللي هي التندون جيرك. نيجي بقى للاوائل فقط الحته الجايه دي يا اولاد. هنجاوبها بمنظور واحد بس. ان وراء الخلق خالق. تمام؟ ففكر معايا،
الديناميك، مين الديناميك ريسبتور؟ النيوكلير باك اللي هي متصله بمين؟ بالبرايمري. بس احنا قلنا البرايمري بيتصل بالاثنين، احنا فاهمين، بس دلوقتي الديناميك هي الباك متصله بالاثنين اللي هي متصله بالبرايمري بس. بينما الماسل تون ستريتش ريفلكس، خد بالك بقى، انا نفسي اقول ان الريسبتور هو التشين بس، ما هو دي الاستاتيك، بس انت خد بالك بقى للاوائل، انا قلت الباج يا اولاد بتشتغل في اثناء وايل ذا ستريتش از جوينج اون، بس لما الاستريتش بيقف بتشتغل اقل. يبقى هنا للاوائل في الماسل تون الريسبتور هو التشين والباج. طب وعليه الافرنس يبقوا البرايمري، ده حتى البرايمري لوحدها كانت واخده التشين والباك، والسكند واخده التشين بس. بص معايا، هتاخد الايديا بتاعتي كما هي العاده، ايديا واحده فقط انت عارفها قبل ما ابتدي، انه وراء الخلق خالق. دي حته مش تخليك تتعقد، دي تخليك فاهم كويس قوي. قول لي من فضلك جاوب السؤال ده، اللي هو وراء الخلق خالق، هو مين الاهم، الماسل تون ولا التندون جيرك؟ يعني كم مرة في حياتك حد عمل لك تندون جيرك؟ أو معظم الناس، واحد يقول يلا مرة، واحد جاب مطرقة وضرب على رجلي، إيه الكلام؟ الديناميك ده قلما يستخدم. إنما كلنا قاعدين all people all the time لازم يبقى عندنا static stretch flex muscle tone تحافظ على البوشر. يبقى بالله عليك لو واحد منهم هتعمله بواحدة والتانية هتعملها بالاتنين، تختار مين؟ وراء الخلق خالق الاهم طبعا اللي هو الماسل تون. This is why ربنا خلى الماسل تون، وانتوا بس اللي مش هتنسوها، التو ريسبتور تشين وباك والتو افرنت سكندري والبرايمري، بينما الجيرك اللي هو بيحدث قلما في الحياه، وان ريسبتور اللي هي الباك الدايناميك، وان افرنت اللي هو البرايمري. قلت لكم ما تتخضش مع العبد الله، ما تتخضش ليه؟ لسبب، لانه كما انتم تؤمنون انه وراء الخلق خالق. قوة عاقلة، انا قعدت افكر فيها دي، هل دي حتة اللخبطة ان واحد بواحد والتاني باتنين والباك تشتغل مع الستريتش وايل ذا ستريتش از جوينج اون وتكمل حتى لما الستريتش يخلص، والبرايمر يتصل بالباك والتشين؟ ليه ربنا ما خلاش واحد واحد؟ دي انها تبقى مش عادلة. احنا التون هو الاهم مش الجيرك، فالتون تو تايبس، تو افرنس، تو تايبس، تو افرنت، تشين ويب، سكندري وبرايمري. اما الديناميك، وان ريسبتور نيوكلير باج بتاع الجيرك، وان افرنت اللي هو برايمري. اظن يا لاب ما تجيش احلى من كده. قلت لكم مش هنتلخبط لسبب مش يختص بالعبد الله، يختص انه وراء الخلق خالق. يبقى في اربع فروق بين الستاتيك ستريتش فليكس والديناميك ستريتش فليكس. الاستيمولس والريسبونس دي سهله، مينتين ستريتش يعمل مينتين كونتراكشن، رد الفعل بنوع الفعل، انما صادم بريف ستريتش يعمل صادم كونتراكشن فروب صادم ريلاكسيشن. تندون جيرك الصعبه بقى، مين الريسبتور ومين الافرنت؟ ومع العبد الله يقول نيفر فورجيت ذا ريست اوف لايف، هتسال روحك السؤال الاول، حيث انه وراء الخلق قوه عاقله نسميها الله، يبقى هتدي اهتمام اكثر للمسل تون الذي يحدث في كل الناس كل الوقت، واهتمام اقل بكثير بالجيرك اللي يحدث في بعض الناس بعض الوقت. فهنا تاخد التو ريسبتور تشين وباك والتو افرن سكندري برايمري، انما في الديناميك وان ريسبتور الباك وان افرن البرايمري. الموضوع ده من اصعب مواضيع في الموضوع، بس هو اول محاضره، بس باذن الله هتفهموه كويس قوي وتعيد الفيديو كده وتستمتع بيه باذن الله. طيب نيجي سؤال، واي جاما افرنت؟ يعني اول مره نشوف يا اولاد ان ريسبتور عنده افرنت، عمرنا ما شفناها. تعريف الريسبتور انه ماسك في افرنت، انما اول مره نلاقي ريسبتور اهو عنده الجاما افرنت اهي. جاما افرنت ليه ربنا عمل جاما وخلى سنتر تشغلها وسنتر توقفها؟ افهم مش اللي مكتوب، افهم كما العبد الخالق انه وراء الخلق خالق. وجود الجاما دي خلت هذا هو الريسبتور في الجسم
اللي ممكن اتشينج السنسيتيفيتي بتاعته تو ستريتش، يعني اغير حساسيته للستريتش. فهمني حته حته وهتفهم كويس قوي. يعني اقدر اغير حساسيه الريسبتور للستريتش في الدايناميك للتغير في الريت اوف ستريتش، وفي الاستاتيك للستيدي مينتين ستريتش. بمعنى هما بقى الموضوع كله في جملتين، لو ما خدتهمش اقفل وما تكملش معايا. ما عندهمش غيرهم، يفهمهم طفل في الخامسه من العمر. الجاما ده بيعمل ايه؟ بيغذي البريفرا بارت. تخيل دي البريفرا بارت، ده السنترال بارت بتاع الريسبتور، هو ده الريسبتور. فلو الهاير سنتر شغل الجاما عمل لها فاسيليتيشن هتكونتراكت البريفرا بارتس. يبقى ايه رايك السنترال بارت حصل له ايه؟ ستريتش، فبقى مور سنس. ما فيش غير الكلمتين دول طول المحاضره. لو الهاير سنتر عمل انهيبيشن يبقى البريفرال بارتس هتريلاكس، فلما البريفرال بارتس تريلاكس السنترال بارت يقصر، اللي هو ستريتش ريسبتور وقصر يبقى ما اشتغلش، يبقى انهيبيت. يبقى الجاما في امكانها انها تزود السنسيفيتي، في امكانها انها تنقص السنسيفيتي. الفاسيليتاتوري سنترز، يلا احفظ معايا، بريفرال بارت سنترال بارت، الفاسيليتاتوري كونتراكت البريفرال بارتس، فالسنترال بارت جيتس ستريتش وهي ستريتش ريسبتور تبقى فاسيليتيت اهو. الفاسيليتاتوري سنترز شغلوا الجاما، فالبريفرال بارتس تكونتراكت. لا دي لازم تفهمها ولا مش هنكمل مع بعض. يكونتراكت البريفرال بارتس، خلاص الجاما الفاسيليتاتوري سنتر شغلوا الجاما، يكونتراكت البريفرال بارتس، فالسنتر بارت تبقى ستريتش تبقى هاي ستابيليتي. طب قولها انت العكس، والانهيبيتوري سنتر فوق يعملوا ايه؟ يريلاكس البريفرال بارتس، البريفرال بارتس تريلاكس، فالسنترال بارت تبقى شورتند فما تشتغلش، ان هو ستريتش ريسبتور لما يبقى شورتند مش ستريتش ما يشتغلش. طالب قال لي ما عندكش كده اكزامبل حلو نفهم ايه الكلام ده. انا بس كان نفسي يبقى حد يتعاون معايا بس ما عنديش، مش هجيب الناس يتعاونوا معايا، انت هتفهم. دلوقتي نفرض يعني ايدك اهي وادي البايسبس، خلاص. لو انت مش انترستد في الستريتش ريفلكس تعمله انهيبيشن، يعني ممكن انا امسك ايدك دي تتخيل كده واسحب ايدك، اروح شادد ايدك فارده كده واخدك معايا، يبقى انا عملت ايه لما سحبت ايدك وبعدين خدتك معايا؟ عملت ستريتش البايسبس، ما عملتش كونتراكشن. عرفت عملتها ازاي؟ ما هو انا مسكت ايدك فردتها كده ورحت سحبك معايا، فردت ايدك ومشيت معايا، يبقى انا عملت ستريتش البايسبس من غير ما يحصل كونتراكشن. تخيل الحياة لو ما اقدرش اوقف الستريتش ريفلكس، لو ما فيش جاما ايفل ممكن السوبرا سبان سنتر تعمله من هيبيشن، كانت تبقى الحياة كلها يعمل لي كده اعمل كده، يعمل لي كده اعمل كده، يجيب لي كده اعمل كده، كده كده. يبقى ده شغل على جزرات. فلو حضرتك مش انترستد في الوضع ممكن يحصل ستريتش اهو وتمشي وما حصلش كونتراكشن. ازاي؟ الهاير سنتر اللي عملت انهيبيشن للجاما. نفس البايسبس هي لو انت انترستد في الوضع اقل ستريتش هيعمل كونتراكشن، لانك مشغل الجاما، الجاما مزوده السنسيتيفيتي بتاع السيرف. وادي مثال معلش سخيف شويه، الراجل قهوجي اللي بيودي المشاريب، حاطط كده المشاريب وماشي بيها، هنا هو بقى عاوز يحافظ على الطول ده بالظبط، لانه لو ساب ايده تيجي كده كل المشاريب وقعت. فهنا حاول كده تيجي الايد القهوجي وتهزها هذا الغرض، تلاقي اقل ستريتش يعمل كونتراكشن. ليه؟ ازاي حصل ده؟ لان هو انترستد في هذا الوضع، لانه الهار سنترز عامله فاسيليتيشن للجاما مخليه الريفلكس مولع، اقل ستريتش يعمل كونتراكشن في نفس البايسبس. ايه الروعه دي؟ ايه العظمه دي؟ يبقى لو انا مش انترستد في الوضع مش هيقعد كل واحد يعمل لي كده اعمل كده ويعمل لي كده اعمل كده، ممكن واحد يسحب كده ايدي ويمشي بيها عادي، مفيش ادي ستريتش اهو من غير كونتراكشن، لان عملت الهاير سنتر عملت انهيبيشن للجاما. نفس البايسبس واحد شايل القهوجي اقل ستريتش يعمل كونتراكشن عشان يحافظ على البوزيشن عشان الحاجه ما تقعش، لان الهاير سنتر عملت ستيميليشن للجاما. ده العظمه الالهيه، ان اول مره نشوف ريسبتور عنده ايفنت وبالتالي ممكن اغير السنسيتيفيتي اوف ريسبتور. عمرك شفت ريسبتور عنده ايفنت؟ الجاما عاوزه تشغل الريسبتور جامد، الهاير سنتر فاسيلتاتوري كونتراكت بريفرا بارتس، بس انت بارت اوريدي مشدود، قال لي شد هيعمل كونتراكشن.
او تعمل له انهبيشن. ها سنتر انهبيتوري انهبيت الجاما ريلاكس البريفر بارتس يبقى السنتر بارت واثناء شورت هو ستريتش فليكس. يبقى الستريتش فليكس ساعات يبقى فانكشنينج لما نشغل الجاما وساعات يبقى نون فانكشنينج لما انهبيت الجاما. ذس از واي ربنا عمل جاما افرنت ريسبتور عنده افرنت. طالب قال لي طب انت هنا في نورث امريكا بتقول لهم اهواجي؟ طبعا لا اهواجي ايه اللي هقوله له. بقول لهم مثال تاني معلش اسخف من الاهواجي شويه. بقول لهم زي شخص ثريدنج نيدل بيلضم ابره. هنا عشان الخيط يدخل في راس الابره لازم ابقى محافظ على الوضع بالظبط ملي لتحت ملي فوق عمرها ما داخله في الثقب. فهنا انا فيري انترستد يبقى عاوز احافظ كده واثبت الوضع ده عشان خاطر الخيط يدخل في راس الابره. تعالى الواحد وهو بينضم ابره كده وهز ايده اي هزه هتلاقي ايميديتلي بتحاول ترجع مش لو طبعا هيعرف يلضمها لما هتزعل انما هتلاقي ايده رجعت على طول. دي نوتنج الستيتش فليكس از هايلي اكتف لان انا انترستد في الاحتفاظ بهذا الوضع ان تو ريزيست اني تشينج في هذا الوضع. ادي زي بقولها لهم ازاي ثريدنج نيدل عشان تفهم. يبقى احنا قلت لك هذا الريفلكس هو الذي صنع السيفيلايزيشن. ريفلكس رهيب لازم تبقى فاهم كويس قوي. واي جاما إيفرنت؟ عمرك شفت ريسبتور لإيفرنت؟ لأنه وراء الخلق خالق. استيميليت الجاما كونتراكت بريفر بارت سنتر بارت يولع أقل شدة هيرسبوند. تنهبت الجاما إيفرنت بريفر بارت ريلاكس سنتر بارت تبقى شورت ما يشتغلش خالص تستريتش كده وتمشي عادي مفيش أي حاجة مفيش مشاكل. This is why جاما إيفرنت يا ولاد. اللي مش هيفهم معايا الاستريتش ريفلكس ينسى القصة لاني بشرحها من خلال وراء الخلق قوة عاقلة. ليه واي كاما يفرق يعني غير سنسيفيتي يعني بدي احفظ كلام يعني ممكن اشغل ممكن اوقف الستريتش ريفلكس. خد اللي بعدها اروع بريفنت الانلودينج اللي هو الفا جاما لينك. يا خبر ابيض يا خبر ابيض. في الكمبيوتر لما فجأة يحصل انلودينج يعني المعلومات تضيع. بص معايا كل مرة الهاير سنتر هتشغل الالفا خلاص عشان تكونتراكت المصل اللي انت عاوز تعملها كونتراكشن. طب لما المصل ككل بتكونتراكت خلاص يبقى في هذه الحالة الانترافيوزال هيحصل لها ايه؟ هتأثر مع المصل وهي ستريتش ريفلكس ما تشتغلش. يبقى اذا الريسبتور ما بيبعتش امبلس للهاير سنتر يبقى فجأة الهاير سنتر بقى مغيب عن المصل اللي بتكونتراكت. هوريها لك اهي. انا ادي مصل الهاير سنتر عمل لها كونتراكشن يعني قست. لو الانترافيوزال اسر معاها ما هي المصل قست يبقى الانترافيوزال يأسر يبقى وهو ستريتش مش هيبعت امبلس. يبقى سي ان اس بقى ما عندوش معلومات على المصل دي حصل له انلودنج ما عرفش المصل دي وضعها ايه. شوف العظمه اللي هي كل مره الهاير سنتر هيبعت للالفا يكونتراكت المصل المعنيه يبعت للجاما بتاعت نفس المصل. بص لي بقى يكونتراكت البريفرال بارتس اوف انترافيوزال مصل فايبر ليبقي السنترال بارت مشدوده برغم ان الطول الاجمالي العضله اسر تقعد مشدوده برضه فتقعد تبعت امبلس للسي ان اس تو بريفنت انلودنج. والا هيحصل فجاه سي ان اس يبقى نوت انفورمد اباوت اي عضله كونتراكت الريسبتور جواها وقف لانها قصرت. لا هي هتقصر لكن السنترا ايريا مش هتقصر. ازاي؟ بالجاما. الجاما هتكونتراكت. ما هو عندهمش غير الكلمتين دول هو لازم يفهمهم. نبعت للالفا ونبعت للجاما اسمها الفا جاما لينكج. الالفا اثرت العضله ده اللي انت عاوزه انت عاوز تكونتراكت العضله بس عاوز سي ان اس يقعد عنده معلومات على العضله مش عاوز الريسبتور يقف. ففي كل مره تبعت للالفا تبعت للجاما بتاع نفس العضله تكونتراكت البريفر بارتس فتبقي السنترال بارت ستريتش برغم ان العضله ككل اسرت. This is why gamma efferent. This is why gamma efferent. يبقى لسببين واحد من اشهر الاسئله يا اولاد. يبقى ان هذا هو الريفلكس اللي ممكن اغير السنسيتيفيتي بتاعته ممكن اشغله ممكن اوقفه وفي كل مره اكونتراكت العضله بالالفا
الماسل سبندر هتقصر مش هتشتغل في سي ان اس والنوت بي انفورمد. كل مره تشغل الالفا تشغل معاها الجاما. ليه؟ اهي هم ما عندهمش غير كلمتين تو كونتراكت البريفير بارتس، فالسنترال بارت تبقى من ستريتشن فتبعت امبلس سي ان اس. يبقى ذيس بريفنتس او كيبس سي ان اس انفورمد اباوت الماسل لينس. يبقى مش فجاه ما فيش معلومات، عشان كده قالوا بريفنتس الانلودنج. وعلي دلوقتي اقدر ارجع اقول لك حاجه لطيفه جدا. يبقى انا ممكن اشغل المسل سبندل بكم طريقه. اشغلها المسل سبندل اشغلها بان انا اشد العضله ككل ستريتش، ما هو اسمه ستريتش دي طريقه، او ما العبش في العضله خالص، ابعت للجاما العضله طولها ثابته الجاما، قول نفس الجمل ما عندهمش غيرها، كونتراكت البريفا بارتس فالسنتر بارت يبقى ستريتش يعني ستيميليت. طب ولو عملت الاثنين يبقى ماكسيمم ستيميليشن. يبقى ما اسالك سؤال شافه مهم، هاو تو ستيميليت السبندل، هي ستريتش ريسبتور. يبقى تقول له نمره واحد لو العضله حصل لها ستريتش، عضله ستريتش. طب هيقول لك هل ممكن نعملها ستيميليشن والعضله طولها ثابت؟ اه، ما نبعتش للالف نبعت للجاما. وانت حافظ الجملتين هما بريفرا وسنتر بارت، لو ما عرفتهمش انسى القصه. فالجاما كونتراكت البريفا بارت فالسنتر بارت اللي هي الريسبتور ايه هتبقى ستيميليت. يبقى هاو تو ستيميليت الريسبتور تقول له في ثلاث طرق، هما حقيقة طريقتين وماكسيمالي لو عملت الاثنين، تستريتش العضلة ككل او تشغل الجاما فالجاما كونتراكت البريفا بارت فالسنتر بارت تبقى ستريتش اللي هي الريسبتور، او تعمل اثنين يبقى ماكسيمال ستيميليشن. طيب نيجي بقى صفحة أنا بعتبرها يا ولاد من أهم الصفحات، مش في السنترال نيرفس سيستم الموتور، في فهم علم النيورولوجي يعني الأمراض العصبية. مش هتفهمها إلا لو فهمت الصفحة دي، وبقولها بطريقة سهلة جدا. مين بقى السنترز اللي بيفاسيليتيت الجاما يشغلوا الريسبتور الكونتراكت بريفا بارتس فالسنترال بارت تبقى ستريتشد، أو ينهيبت الجاما فالبريفا بارتس تريلاكس فالسنترال بارت تبقى شورتن فتبقى انهيبت؟ مين دول؟ خلاص؟ هتقول لي ايه قيمه ان انت تعرف الكلام ده؟ هقول لك حاجه، ده يحببك في الموضوع، مش انك انت تحفظ او تحبه هتفهمه مهما كان يبدو صعب. في ربنا عمل اربعه سنترز اهم يعملوا ستيميليشن للجاما، وخمسه سنترز قصادهم يعملوا انهيبيشن للجاما. فبالعكس البريفر بارتس هيت ريلاكس، السنترال بارت تبقى شورتن. هنا عملوا ستيميليشن للجاما فالبريفر بارتس كونتراكت فالسنترال بارت بقت ستريتش، ده شايف ستريتش ده، وهنا انهيبيتد. هنا ربنا عامل فور سوبرا سباينال سنتر يعملوا فاسيليتيشن وخمسه يعملوا انهيبيشن. حتى مره طالب سال لي ليه اربعه وخمسه؟ ليه مش اربعه واربعه وخمسه وخمسه؟ حتى دي هجاوبها، لانها وراء الخلق خالق. حتى دي فكرت فيها. الأول عاوزك تحب الموضوع، أحببك فيه الأول. بص يا ولاد، حالة التون اللي احنا فيها دي نورمال ماسل تون اللي احنا فيه، هي البالانس ما بين الأربعة الفاسيليتاتري والخمسة انهيبيتوري، أربعة فاسيليتاتري وخمسة انهيبيتوري. البالانس ما بين دول هو اللي مخلينا في حالة التون. طيب عشان تحب الموضوع افهم بقى، لما هحفظك التسعة صم معايا دلوقتي هتطلع حافظهم الأربعة والخمسة، لو أنا شلت واحد من الفاسيلتاتري يبقى يحصل بريدوميننس وإيه؟ وبإنهيبيشن، يبقى عندي هايبوتونيا. يبقى تلاقي الشخص ماشي سايب خالص، وأما يتكلم اكسسيف موفمنتس أو فيشال ماسلز سايب. بينما لو أنا بقصت واحد من الخمسة الإنهيبيتوري يحصل بريدوميننس أوف فاسيليتيشن، تمام؟ هتبص تلاقي الشخص مخشي يمشي شورت ستيبج مخشي، اما يتكلم عضلات وشه ما تتحركش كانه لابس ماسك فيس كده. انت حبيت الموضوع. يبقى النورماليتي اللي احنا فيها دي هي محصله البالانس ما بين اربعه انهبيتري وخمسه اكسيتاتري، بالانس ما بين اربعه اكسيتاتري وخمسه انهبيتري، ده البالانس. شيل واحد من الفاسيليتيشن البالانس يروح ناحيه الانهبيشن، يبقى اكسسيف موفمنتس اوف ار ماشي سايب خالص.
وما كان الاكسسيف موفمنتس اوفيشال مصر مش تو تشيل واحد من الانهيبيشن يحصل بريدومينانس اوف فاسيليتيشن يبقى العام بخش شورت ستوبج وشه ما يتكلم مش اي حركات. طالب يقول لي دلوقتي انا حبيت الموضوع بقى ايوه دلوقتي وريني بقى مين دول عشان ابقى عرفت 9 امراض في الطب بقى واما يقول لي حصل ايه جنفيدي ابقى فاهم حصل ايه بقى دكتور بقى مش بقال. فقبل ما بشرح ما ببداش اشرح اللي مكتوب وراء الخلق خلق. طيب الاول عاوز اقولها بطريقه سهله انا عملتهم في مقارنه عشان ما تنساش واحفظ معايا. اريا 4 فاسيليتاتوري اللي هي البرايمري موتور اريا دي ضمن السوبرا سباينال فاسيليتاتوري سنتر قصادها الناحيه الثانيه اريا 4 اس اللي هي عارف حاجه دي اختصار ايه سبريسور اريا حتى من اسمها سبريسور يبقى انهيبيتوري سبريسور تبقى انهيبيتوري. طيب نيو سيريبيلم السيريبيلم الجديد فاسيليتاتوري يبقى احط قصاده الناحيه الثانيه البيليو سيريبيلم القديم. نمرة 3 الفاسيليتاتوري تيكا فورميشن اهو اللي بيقول الاحمر من اسمه فاسيليتاتوري يبقى فاسيليتاتوري يبقى احط قصاده الناحيه الثانيه انهيبيتوري تيكا فورميشن. يبقى وصلنا 3 و3 يا اولاد يلا اقولهم ثاني عشان ايه اتاكد انكم حصلتوه. انا اقول واحده وانت تقول واحده اريا 4 فاسيليتاتوري حضرتك هتحط 4 اس نيو سيريبيلم فاسيليتاتوري حضرتك هتحط بيليو سيريبيلم فاسيليتاتوري تيكا فورميشن فاسيليتاتوري من اسمها يبقى تحط قصاده الانهيبيتوري تيكا فورميشن. يبقى فاضل لي واحده رابعه هنا واثنين هنا. اول ثلاثه فيهم مقابله الفيستيبولار نيوكلياس فاسيليتاتوري اللي موجوده في وسط التيكا فورميشن في البرين ستيم في المضله. هحط قصادها الناحيه الثانيه اثنين ريد نيوكلياس وبيزل جانجليا. يبقى وصلوا 5 ريد نيوكلياس وبيزل جانجليا. يبقى هنا 4 وهنا 5. هذه يا اولاد اهم معلومه مش في السي ان اس في النيورولوجي يا اولاد. والا يبقى الامراض في التسع مناطق دي ابتدي المرض انت مش فاهم ايه اللي هيحصل انما انت لو فاهم هتفهم شكل العيان. شلت واحد من الفاسيليتيشن بريدومينانس انهيبيشن شلت واحد من الانهيبيتوري بريدومينانس فاسيليتيشن وحببتك فيها شكل عام هتبقى عارف هتشوفه شكله ايه. الصحه تاج فوق رؤوس الاصحاء لا يراه الا المرض. أنا أقول واحدة وأنت تقول الثانية. Area 4 هتقول قصادها أنت إيه؟ 4S. نيو سيريبيلم هتقول قصادها أنت باليو سيريبيلم يعني قديم علمتها لكم. فاسيليتاتور ديكا فورميشن. انهيبيتور ديكا فورميشن. انتهت المقابلة 3 قصاد 3. أنا لو دخلت أنت تزود 2. فيستيبولار نيوكلياس في الفاسيليتاتور ديكا فورميشن في المضلة أنت هتقول ريد نيوكلياس في الميد برين في الانهيبيتور ديكا فورميشن والبيزل جانجليا. ده اهم معلومه في النيورولوجي مش في السي ان اس. انا عادل المعلومات يا اولاد لان دي ده موضوع من اهم المواضيع في النيورولوجي. دي المعلومه رقم واحد انك تعرف التسعه 4 و9. معلومه رقم 2 مشتركه في الاثنين. اتفق الفاسيليتاتوري فيما بينهم ان ما حدش فيهم يبعت فاسيليتيت الجاما هم يبعتوا للفاسيليتاتوري تي كونفورميشن وهو يبعت للجاما. يبقى وكلوا عنهم الفاسيليتاتوري تيكا فورميشن وكذا فعل الانهيبيتوري. وكلوا عنهم الانهيبيتوري تيكا فورميشن هو اللي يبعت للجاما مش هم. من رفض الوكاله هقولها برضو بطريقه لطيفه عشان تفتكرها. في المجموعه في واحد تملي مشاغب رفض الوكاله اللي هو مين؟ اقرب الناس للفاسيليتاتوري تيكا فورميشن هو الفيستيبولار نيوكليس اللي جوه الفاسيليتاتوري تيكا فورميشن اللي هي كان اسهل واحده تستخدمه ده انت جواه مش هتبعتي له من بعيد زي دول. قالت لا انا هفاسيليتيت بنفسي هعمل تراك بنفسي اسمه فيستيبولو سباينال تراك. هم يستخدموا الريتيكولو سباينال انا هستخدم واحد لوحده فيستيبولو سباينال. وهكذا فعل مين؟ نفس القصه. اقرب واحد للانهيبيتو تيكا فورميشن هو ريد نيوكليس اللي هي جوه الانهيبيتو تيكا فورميشن اسهل واحده تستخدمه. قالت لها هبعت بنفسي عن طريق روبرو سباينال تراك هم يبعتوا بالتيكو سباينال انا روبرو سباينال. عشان ما تنساهاش بقولها طريقه جميله. عارف في مقوله كلنا عارفينها
لا كرامة لنبي في وطنه. حاجة في منتهى الغرابة، يعني آخر ناس يؤمنوا بأي نبي هم المعشر الناس اللي طالع منهم النبي، وطبقها في جميع الأديان. أول ناس يرفضوه ويزحوه خارجا عنهم هم عشرته. طب ده انتوا أول ناس تؤمنوا بالبيه، أهو ده بقى الفيستيبال نيوكلياس وريد نيوكلياس المشاغبين، ده انتوا جوه الريتيكو فورميشن. وما انتوا اللي ترفضوا الوكالة وتبعت لي انت عن طريق فيستيبلو سباينال وانت روبرو سباينال كده عمرك ما هتنساه. دي المعلومة رقم اتنين. معلومة رقم ثلاثة، ان الفاسيليتيشن والانهيبيشن بيروح عن طريق الجاما ريفلكسلي مش الالفا دايركلي. يعني بص الناس ما بالنا بقولناها ان هما مش بيبعتوا للالفا والالفا تزود التون بتاع الماسل، لا هما بيبعتوا للجاما وما عندهمش غير الكلمتين اياهم. تكونتراكت البريفير بارتس اذا كان فاسيلتاتوري، تستريتش السنترال بارت، والسنترال بارت هو اللي يبعت الالفا يزود التون. لو بيبعتوا للالفا على طول كنا سميناها، احفظ التعبيرات دي، الفا دايركتلي. انما يبعتوا للجاما والجاما يبعت للالفا ويستخدم الريفلكس يسموها جاما ريفلكسلي. عاوز اما اقول لك قيس ليلى عنتر عبله، اما اقول جاما انت تقول ريفلكسلي من غير ما اكملها. وهو ده بعته للجاما، انت عارف القصه، هات كونتراكت البريفا بارتس والسنتر بارت يبقى ستريتشد يبعت هو الالفا، يبقى الجاما ريفلكسلي تابع الليزر جاما ريفلكسلي. لكن لو كانوا راحوا للالفا كنا سميناها الفا دايركتلي، وهنا نفس القصه، دول هيبعتوا انهيبيت الجاما، فالبريفرال بارتس تطول فالسنتر بارت تقصر فما تبعتش امبلس الفا، يبقى جاما ريفلكسلي بارت. المعلومه الثالثه. المعلومه الرابعه، قال لك ان الفاسيليتاتوري تيكو فورميشن ده عنده من اهم المعلومات انترنسيك اكتيفيتي. يعني ايه؟ قال لك غير انه بيجمع الفاسيليتيشن من الناس التانية، هو بنفسه من غيرهم يقدر يعمل فاسيليتيشن. يعني غير انه وكيل على الاخرين يقدر يعمل فاسيليتيشن، بينما الانهيبيتوري تيكو فورميشن لا. قال لك ات هاز نو انترنسيك اكتيفيتي، هو يعتمد على الانهيبيشن اللي جاي له من الحتت التانية، من البيليو سيريبيلم والبيزر جانجلا واريا 4S. It has no intrinsic activity. لوحده ما يقدرش يعمل انهيبيشن. بس دلوقتي جاوبتك ليه اربعه في مقابله خمسه؟ لان اكشن هم اربعه في مواجهه اربعه، لان الانهيبيتوري تيكو فورميشن ده has no intrinsic activity. لوحده ما بيشتغلش، ده مجرد فانل بيكولكت الانهيبيشن من الاذر سايدز، حتى راسم ام اهو. فانل بيكولكت الانهيبيشن. طيب معلومة رقم خمسة، نعادل المعلومة الأخيرة. قول لي أسماء الفاسيليتاتوري تراكتس. سهل. هنا يبقى فيستيبلو سباينال، واللي جاي من الفاسيليتاتوري كونفورميشن بيمشي في الفنترال كولم، يبقى فنترال ريتيكولو سباينال تراكت. وحفظها لك بطريقة جميلة بقى، حفظتها لأجيال. يبقى الفاسيليتاتوري حرف الإف هما الفنترال ريتيكولو سباينال والفيستيبولو سباينال. في والاف ما عندناش في العربي فرق كبير. تقول لي ايه اهميتها؟ انا مش عاوز اف مع في، مش معقول انا بالعقليه دي. انك اتعلمت حاجه مش هتنساها ما حييت، ان الفاسيليتيشن بينزل في الفنترال كولم اوف ذا سباينال كورد، بينما هنا الانهيبيشن عن طريق روبرو سباينال اللي هي بتبعت بنفسها اللي رفضت الوكاله، ولاترال ريتيكولو سباينال. يبقى بينزل في انهي كولم؟ في اللاترال كولم. يبقى الفاسيليتيشن حفظتها الاجابه بحرف الاف في الفنترال بحرف الفي، الفاسيليتيشن في الفنترال، يبقى 100% الانهيبيتوري في اللاترال. تقول لي فين الاهميه الكلينيكيه اللي انت قلت لنا؟ هتفهموا نيورولوجي لو فهمتوني. عيان اتقطع عنده اللاترال كولم في السباينال كورد، يبقى فقد ايه؟ ده مش السنتر بقى، السباينال كورد القطع في اللاترال كولم، يبقى فقد الانهيبيشن، يبقى يحصل عنده بريدومينانس اوف فاسيليتيشن. بالعكس عيان اتقطع عنده الفنترال كولم اوف ذا سباين كور، يبقى فقد الفاسيليتيشن، يبقى يحصل عنده بريدومينانس اوف انهيبيشن. ودي من الحقائق اللي اهدتها لاجيال، الفاسيليتيشن في الفنترال، اف مع الفي، الفاسيليتيشن في الفنترال يبقى انهيبيتوري هي اللي موجوده في اللاترال. يا اولاد أنا لا أبالغ، وأنا زي ما قلت لكم الحمد لله وأعوذ بالله من كلمة أنا، يعني
أعني ما أقول وأقول ما أعني. هذه هي أهم صفحة في النيرولوجي، اوعى تتخلص منها. عمرك ما هتفهم نيرولوجي غير لو فهمت ان حالة التون اللي حضرتك فيها هي بالانس ما بين 4 سوبرا سباينال فاسيليتاتوري سنتر و5 سوبرا سباينال انهبيتوري سنتر. وانت فاهم ليه 5؟ لان فيهم واحد قمع مش شغال، مجرد بيجمع. الانهبيتوري تيكو فورميشن هاز نو انترنسك اكتيفيتي. يلا نقول الجملة رقم 1، اهم واحدة. تقول اسماء التسعة، انا اقول واحدة وانت تقول واحدة، مش هوريكم الناحية التانية. اريا 4 هتحطوا انتوا ايه الناحية التانية؟ 4S نيو سيريبيلم جديد هتحطوا قصاده باليو سيريبيلم القديم. فاسيليتاتوري تيكا فورميشن هتحطوا قصاده انهبيتوري تيكا فورميشن. خلصت المقابلة. رابع واحدة ما فيهاش مقابلة، فيستيبولار نيوكلاس فاسيليتاتوري، هتفتكرها الاف مع الفي خلاص. انما هتحط انت قصاده هناك الريد نيوكلاس والبيزا جانجل. عد معايا على صوابعك، ادي اول معلومه. تاني معلومه، من الوكيل؟ هل كل واحد بيبعت الفاسيليتيت بنفسه؟ لا، وكله الفاسيليتاتوري في حاله الفاسيليتيشن فاسيليتاتوري تيكا فورميشن، وهنا وكله الانهبيتوري تيكا فورميشن. وفي نفس الجمله الثانيه، من رفض الوكاله، قلتها بطريقه لا تنسى، لا كرامه لنبي في وطنه. اللي جواه ما وافقش بالوكاله بتاعته، اقرب واحد ليه هنا الفيستيبولار نيوكلاس، قالت لا انا هبعت بنفسي فيستيبولو سباينال، وكذا فعلت الريد نيوكلاس روبرو سباينال. طريقه لا يمكن تنسى، كل حاجه بطريقه لا يمكن ان تنسى، بس اللي يسمع اللي يفهم. ثالث معلومه، ان الانهبيتوري ده هاز نو انترنسك اكتيفيتي، عشان كده هم 4 في مواجهه 4. رابع معلومه قلناها يا اولاد، ان الفاسيليتيشن والانهبيشن بيروح للالفا على طول، يزود التون او ينقص التون. لا، ده بيأثر في الجاما والجاما تأثر في الالفا، عشان كده يسموها، ما تقولش بقى الفا والالفا تأثر، يسميها تعبير اتفقوا عليه في العالم جاما ريفلكسلي. لو كنا رحنا للالفا دايركتلي كنا سميناها الفا دايركتلي. خامس معلومه، قول لي اسماء الفاسيليتاتوري تراكتس، مش هتنساها ناحيه، تبتدي بحرف الفاسيليتيشن بالفي، فنتراتيكولو سباينال اند فيستيبولو سباينال، هناك روبرو سباينال اند لاتراتيكولو سباينال. عشان ادلل لك على اهميه هذه الصفحه، من هو اشهر مرض عصبي في الانسان؟ الشلل النصفي. اكثر مرض عصبي شلل نصفي. هو ما فهمش الموضوع ده مش هتفهمه. عملنا تجربه في الانيمال لطيفه جدا، اسمها دي سيريبريت انيمال اهو. بنيجي نقطع كده يا اولاد ما بين البونز والميد برين. في بعض الكتب عندكم يكتبوا بونز ومضله، وهذا غير صحيح، بس انا بقولتها لك عشان لو هي كده مش قالوا، مش هنيجي في التافهه ونتصدر. القطع بيبقى هنا يا اولاد اهو، ما بين البونز والميد برين. يبقى كل اللي فوق ده مش شغال. بص لي بقى مين اللي شغال على الناحيتين. ناحيه الانهيبيشن اللي فاهم قوي شغال الانهيبيتوري تيكا فورميشن، وده لوحده يساوي صفر لانه هاز نو انترنسك اكتيفيتي. بينما الناحيه الثانيه مين اللي شغال؟ الفاسيليتاتوري تيكا فورميشن، وده شغال عنده انترنسك اكتيفيتي، والفيستيبولار نيوكلاس ودي شغاله زي الفل. هنا الانهيبيتوري لوحده ملوش قيمه، لان انت فصلت كل ده، كل اللي فوق ده مش شغال اهي، وريها لك. يبقى هنا الانهبيتوري ملوش قيمه لانه هاز نو انترنسك اكتيفيتي، انما هنا الفاسيليتاتوري تيكا فورميشن فيستيبولار نيوكلس. يبقى تتوقع هذا الانيمال بقى عنده 2 فاسيليتاتوري ومفيش ولا واحده انهبيتوري، هيحصل عنده بريدوميننس اوف ايه؟ اوف فاسيليتيشن. التون هيزيد جدا، يسموها دي سيريبريت ريجيديتي. دي سيريبريت ريجيديتي. الانيمال ده اول ما نقطع له ما بين الميد برين والبونس، تلاقي على طول رجليه الاربعه ستريتشد فور لينز اليفيتد تيل، يعني كل الانتي جرافيتي ماسل يزيد فيها التون، اليفيتد تيل والنيك كده اكستندد، كل تلاقي خش بالانيمال. عارف في الشلل النصفي ما هي الا دي سيريبريتي جيتي، بس القطع نفس التاثيرات بيبقى في الانترنا كبسول، هي بالظبط. الليجن في الانسان يسموه انترنال كبسول، وادي اول مره تاخد بالك بالعين اللي عنده شلل نصفي. العين اللي عنده شلل نصفي ليه وضع معين لا ينسى، ان
عنده التون ماكسيمالي في الانتي جرافيتي ماسك بيبقى ماشي كده اهو، عنده رجله اكستندد وايده المشلوله دي فليكس كده، يبقى عنده ريجيتي في الانتي جرافيتي ماسك. ليش في الانتي جرافيتي؟ لان الانتي جرافيتي ماسك مشدوده اكتر من غيرها، الجرافيتي عاوزه توقع ايدي كده، يبقى مين اللي مشدود اكتر؟ الفليكسورز هي اللي هيبقى فيها طول اكتر، يبقى فليكشن في ابر ليب. الجرافيتي عاوزه تنزلني كده، يبقى مين الانتي جرافيتي ماسل اكستندد بتاعه الليج والنيك والباك، فعش كده بيبقى عنده فليكس الابر ليب واكستندد لور ليب بالشكل ده. دي سيربتريجيتي، تبقى فاهم الميكانيزم. وهذا هو اشهر مرض عصبي في الانسان، الشلل النصفي. يبقى اديك فهمت ما الشلل النصفي الا دي سيربريتريجيتي. عشان تاخد الفول مارك هيسالك انتوا بس اللي فاهمين السؤال، هل الشلل النصفي اللي هو الهيموبليجيا اللي هو دي سيربريتريجيتي في الانسان اللي جنب في الانترنا كبسول في الانيمال ورته لك عند الابر بونز ده اوف ريفلكس نيتشر ولا اوف دايركت نيتشر؟ يعني الفاسيليتيشن رايح للجاما ولا رايح للالفا؟ ايه رايك انت؟ جاوب السؤال. بص على الرسمه كده، هو راح للجاما وبعدين للالفا ولا راح للالفا على طول؟ طالب قال لي جاما ريفلكس، قلت له اثبت. اثبتناها بس في الانيمال طبعا مش في الانسان. تعالى اقطع ال افرنت الدورسال روت هنا، لو هي رايحه للالفا دايركتلي فهي مش هتتعصر، يعني ما تقطع دي مالها. لكن لو هي راحة للألفا عن طريق الجاما عن طريق البوستيرو روت وقطعته، تلاقي العضلة اللي اتقطع لها البوستيرو روت immediately ثابت، ما بقاش فيها ريجيتي. واحد من أشهر الأسئلة. يبقى الدي ثابت ريجيتي الذي يحدث في الشلل النصفي في المان، بس الليجن بيبقى في الانترنا كابسول of reflex nature، بنروح للفاسيليتيشن بيروح للجاما والجاما يبعت للالفا، والدليل لو قطعت البوستيرو رود يعني قطعت الريفلكس ارك الجاما مش هتوصل للالفا، التون هيختفي تماما في العضلات دي. قول لي بالله عليك تفهم نيرولوجي وتفهم شلل نصفي ازاي انت مش فاهم الكلام ده؟ تبقى بقال. يبقى هنا عندي سؤالين مهمين جدا في النظري، اتكلم عن السوبرا سباينال والسوبرا فاسيلتاتي السوبر سباين انهبيتوري في الخمس جمل الخالده اللي قلتهم لك، يبقى عدهم مش هطول تاني، انت تقدر تسمع الفيديو. والتطبيق سؤال لوحده، اشرح الدي سيربتريجيتي ليه ده سؤال مهم؟ لانه اشهر مرض عصبي في الانسان الشلل النصفي الهيموبليجيا، ما هو الا دي سيربتريجيتي. تفهمها في الانيمال تفهمها في الانسان. فين الليجن في الانيمال؟ اهو هنا. ساب مين؟ ساب الفاسيلتاتي كونفورميشن والفيستيبر نوكلس على الناحيه، والاثنين شغالين، والناحيه الثانيه الانهبيتوري اللي هو بعد هازنو انترنسك اكتيفيتي، فيحصل بريدومينانس اوف فاسيليتيشن وذ ماكسيمم تون في الانتي جرافيتي ماسلز. طيب اهي فاسيليتاتي تيكا فورميشن والستيبر نوكلس، وعشان كده العيان اهو زي ما انا رسمهولك، ثاني ايده فليكس الابر ليم واكستندد نيك وباك ولور ليم، ومشيته كلنا حافظينها. هل هنا في الشارع النصفي يبقى عن طريق الفا دايركتلي ولا الجاما ريفلكسي؟ الجاما ريفلكسي، والدليل اقطع التوستير روت تختفي على طول. لا يمكن هتفهم نيرولوجي من غير ما تفهم حصه الاستريتش فليكس من عبد الله. بس مش هقولها بطريقه مختلفه، لن اجامل احد. تبقى عارف هذا الكلام. طيب تعالى بقى ايه؟ نكمل بقى الحاجات الاسهل والالطف. وناخد what is the importance of stretch reflex. ايه اهمية الستريتش ريفلكس؟ يعني نعرف ده طبعا، بس يعني ايه ده كان كاتب لك الخمس جمل بس مش هنقولها لان انا قلتهم خلاص، ودي سيربت ريجيتي بالرسمة احلى. نيجي سؤال، اهم سؤال على الاطلاق، physiological significance of stretch reflex. ايه اهميه الستريتش ريفلكس او physiological significance of muscle spindle؟ ثلاث اهميات يا ولاد، اهو ثلاثه خلاص، ثلاثه. واحد، الستريتش ريفلكس هو ده اللي بيمنتين الماسل لينث، وبالتالي بيمنتين البادي بوشر، لانه بيريزيست اني تشينج ان ماسل لينث. ف
فبالتالي تقعد وضعك متظبط، السنتر والجرافيتي العمود اللي نازل منها عند الاريا اوف سبورت، وتشرح واحد يقول اشرح، تشرح 6 نقط، تقول ان المودريت ستريتش بتشغل السبندل تبعت عن طريق 1 اي مونوساينابتك، وبعدين 1 اي الفا، وبعدين تقول كونتراكشن. ده اهم وظيفه، ان احنا قادرين نحتفظ بالبوشر بتاعنا باستخدام الرجلين بس، وبالتالي في الايدين سايبينها فاضيه بنشتغل بيها بنعمل الحضاره. هو ده نتاج الاستيتش فليكس سيرجيكال سيجنيفيكانس، انه هيلب تو مينتين ماسل لينث، ومن ثم البوشر زي ما هنشوف. تاني واحده في الثلاثه كنترول اوف فولانتري موفمنتس، انه الفولانتري موفمنتس تحتاج الاستيتش فليكس، ودي مش صعبه بس افهم، قلت لك هم ما عندهمش غير حتتين، الجاما يكونتراكت البريفرال بارتس والسنترال بارت تبقى ستريتش. اوعى هيقولها لك كل مره بمليون موضوع. حاجه اسمها سيرفو اسيست فانكشن تحصل دورينج ماسل كونتراكشن. طالب قال لي ورينا رسومات احلى، ما توريناش كلام. حاضر. سيرفو اسيست، بس الاول كنت بوريك شكل الموضوع. سيرفو اسيست فانكشن، احكي لك قصه الاول كده عشان خاطر التوتر شويه والمونوتوني رتابه الموضوع يقل شويه. سيرفو اسيست كان زمان العربيات ما فيهاش سيرفو في الفرامل في البريك، فكان قوه الفرامل تعتمد على قوه الضغط على البيدال اللي هو البدال بتاع رجلك. فيش عربيات جديده مش كده خالص، عربيات جديده انت تحط رجلك على على البيدال، ده عباره عن سيجنال تبعته عاوز افرم العربيه، فالفرامل تبقى متناسبه مع سرعة السيارة، وهو المفروض مش مع دوستك. ده معنى السيرفو اسيست في الفرامل. طب ايه الكلام ده؟ ايه دخله في الانسان؟ افهمك. حضرتك عاوز تكونتراكت عضلة معينة. فحضرتك اهي الهاير سنتر بعت للالفا عشان يعمل لها كونتراكشن، بس بعت 1 سيجنال اهي. هو انا عاوز اكونتراكت العضلة دي. بس هي ما تقدرش تكونتراكت 1 سيجنال، عاوزة بلوت اوف سيجنال. كل مره السيجنال ده هيروح للالفا العضله المعنيه، هيروح للجاما بتاع نفس العضله. كمل بقى القصه. فالجاما تعمل ايه؟ كونتراكشن في البريفرال بارتس، فالسنترال بارت تبقى ستريتشد، فتبعت مور امبلس للالفا تكونتراكت الماسل. يبقى شوف الهاير سنتر بعت 1 سيجنال اللي هو اللون الاسود، وصل له حسب الرسمه هو اكتر بكتير 6 سيجنالز، 5 احمر عن طريق الجاما عن طريق الاستريتش فليكس، ما هو ده الاستريتش فليكس والسيجنال الاساسي. عارف دي بتعمل ايه؟ سيرفو اسيست، ان الاستريتش فليكس بيساعد العضلات في الفولانتري موفمنتس، بيساعد البرين، بي بريزيرف الانرجي اوف ذا برين. تخيل ان انا عاوز كونتراكشن بتاع 6 سيجمنتس، الست اكشن بتمشي حسب المثال وهو اقل بالحقيقه، ابعت 6 يتعب المخ، المخ بيبعت 1 سيجنال الفا يقول العضله دي عاوزها كونتراكت، عاوزها ابعتوا لها كميه، مش هو اللي بعت، هو بعت 1 سيجنال، نفس السيجنال راح للجاما، ما عندهمش غير الكلمتين دول، تو كونتراكت البريفرال بارتس، تستريتش السنترال بارت، يبعت مور سيجنالز باستخدام الاستريتش فليكس او ستريتش فليكس او للمصر، تو بريزيرف الانرجي اوف ذا برين. عشان كده يسموها سيرفو اسيست زي في الفرامل، انت تحط رجلك على البيدال، العربيه بقى هي اللي تكلمش، مش تقف على. كنت زمان عندي عربيه قديمه كنت اروح واقف على الدركسيون، ما كانت قديمه بقى في سنه 53، ما كانش لا 53 ده العربيه كانت قديمه، بس انا كان عندي بتاع اياميها حاجه 20 سنه، واللي معايا الاربعه اللي راكبين نزلوا رجلهم يكحتوا في الارض عشان نوقفها، ما فيهاش سيرفو، نركب على الفرامل. نفس الفكره، عشان كده بفهمك منين جت كلمه سيرفو اسيست. تعالى الثانيه بقى، دامبينج افكتس. دامبينج افكتس يعني ايه؟ الهاير سنتر اهو البيراميدال تراك بيبعت الامبلس بطريقه irregular، فكان المفروض الكونتراكشن يبقى باللون الاسود اهو irregular بالشكل ده. في وجود الاسترتش ريفلكس بيحول الكونتراكشن من جيركي، يعني
مهزوز كده الى سموث كونتراكشن باللون الاحمر. طب اثبت ان ده الدامب، دامبنج يعني يثبط، تو دامب يعني تو انهيبيت، بيمنع ان الانقباضات تبقى بطريقه جيركي كده وبيحولها الى سموث كونتراكشن. اثبت هذا الكلام. اقطع البوستير روت نفس الاثبات، يبقى لغيت مين؟ الاستريتش ريفلكس. هيشتغل ازاي من غير ريفلكس ارك؟ انما ده لن يتعارض مع الـ مع الـ مع البيراميدال تراكت ولا مع اللور موتور نيرون، لا مع الابر ولا اللور، العضله ما تشتتش، ادي الابر موجود واللور موجود. العضله اللي هتلغي لها الاستريتش ريفلكس، اللي هتشيل منها البوستير روت فما فيهاش ستريتش ريفلكس، تلاقي العضلات على طول بقت تكونتراكت بطريقه جيركي. يبقى مين اللي حولها من جيركي الى سموث؟ 100% الستريتش فليكس الغاه ادى انها رجعت تاني جيركي. تعالى برضه امثل لك. البيراميدال تراكت بيبعت الامبلس طريقه ريجولر، فكان المفروض نقعد نكونتراكت كده طريقه الريجولر زي مسرح العرايس. في وجود الستريتش فليكس كونتراكشن بتبقى سموث، فيري سموث كونتراكشنز. الغي الستريتش فليكس تتحول من smooth contractions، حركات لطيفه كده very smooth smooth، الى حركات جيركي. السموث contractions تبقى جيركي. انا معلكش الاثبات ولا الزملاء فكروا فيها، بس انا هقول لك الاثبات يعني بيعمل ايه، بس ما تشرحوش، افهموا لنفسك. حضرتك ادي العضله البيراميدال بعت امبلس، فالعضله تقصر. طب بطل يبعت امبلس، ما هو بيبعتها بطريقه غير منتظمه، عشان كده هي جيركي. فالمفروض العضله بطل اللي يجي لها امبلس، يبقى هيحصل لها ايه يا اولاد؟ يبقى هتريلاكس. يعني ايه تريلاكس؟ يعني تطول. يعني ايه تطول؟ يعني تسترتش السبندل اللي جواها، فالسبندل يبعت هو امبلس تو مينتين الكونتراكشن، فالكونتراكشن يبقى سموث، يبقى بيملى الفراغات اللي ما بعتش فيها البيراميدال تراك. يبقى البيراميدال يبعت امبلس تو كونتراكت، طب بطل يبعت، كان المفروض تبقى تريلاكس كده صح؟ بعت امبلس كونتراكت، بطل يبعت، هتريلاكس. ريلاكس يعني يعني تطول، تطول يعني الستريتش ريفلكس يبقى ستيميليتد، الستريتش ريسبتور اسف اللي هو المسل سبيند، تبعت هي امبلس لملء الفراغ للالف، فتمنتين الكونتراكشن سموث. اثبات هذه الحكايه دي، الغي الستريتش ريفلكس في اي عضله، تلاقي العضله اللي قطعت لها البوستير روت الابر واللور موجودين زي الفل، هتلاقي كونتراكت بطريقه الريجولر، فيسموا ده دامبنج افكت، دامبنج يثبط هذه الرغبه. طيب فاضل حته صغيره وهنقفل يا ولاد. ثالث حاجه في وظائف الستريتش ريفلكس فيسيولوجيكال فانكشن، وهي واحد من اهم الاسئله، ماسل تون اللي قلنا الاهم مش الجيرك. الجيرك مهم لما يقول لي كلينيكال سيجنيفيكانس، يبقى الجيرك مهم، بنعمل الجيرك في العيادات، انما في الحياه فيسيولوجيكال سيجنيفيكانس يبقى ماسل تون. اللي هي ايه بقى؟ نعرف عنها النقاط الاتيه، انها ستاتيك ستريتش ريفلكس، ستاتيك مش دايناميك. هو عارف الجدول انت اللي قلناه، اللي هو بيشتغل فيه التو ريسبتورز والتو افرنس برايمري وسكندري والباب والتشين لاهميتها. الستاتيك ستريتش ريفلكس از ذا بيزس اوف ماسل تون باي ديفينيشن. هو يا اولاد انا قاعد كده معاكم بقالي اهو ساعه ونص، في تون في عضلات ظهري، المفروض ساعه ونص عضله كونتراكت تتعب، لا انا تعبت ولا انتوا تعبتوا، لان ربنا عمل حاجه رائعه. نفرض العضله بتتكون من 10 موتور يونتس، فربنا ما خلاش ال 10 ينقبضوا في وقت واحد، كده هيتعبوا في وقت واحد. كل خمسه يعملوا كونتراكشن وريلاكس يريحوا شويه، يبقى نوع الكونتراكشن ايه؟ سب تيتانيك، مش تيتانيك، مش كونتينوس، سب تيتانيك، شويه تيتانيك وشويه مفيش تيتانيك، زي الكولونس يعني، بس يسموها سبت تانيك. لما دول يريحوا يطلع الخمسه دول، 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 يبقى ات اني جيفن مومنت في كام فايبر شغاله؟ خمسه. عشان كده انت وضعك كويس، خلي ال 10 اشتغلوا وتعبوا مع بعض، كنت اقعد اعمل كده. انما هم سبت تانيك الترنيتنج، سبت تانيك الترنيتنج. وفي نفس الوقت قلنا الستريتش ريفلكس ريفلكس ما هوش دايركت كونتراكشن. يبقى ثلاث كلمات بمليون جنيه، ما تعريف المصل تون؟ سب تيتانيك الترنيتنج ريفلكس كونتراكشن اوف مصل فايبرز، ادي تعريف التون. مهم جدا كسؤال نظري ومهم جدا في العملي. يبقى سب تيتانيك
alternating reflex contraction of skeletal muscle fibers. طيب عاوزين نعرف طب during rest المسل سبندل is continuously stretching. ما هو التون ده continuous maintained ليه؟ ده سؤال جميل قوي. يعني ليه العضلة في حالة continuous contraction اللي هو التون؟ قال لك لأنها continuously stretched receptor. بكم حاجة؟ تعال نشوف. أنت عارف أول حاجة رحمه الله أستاذي دكتور محمد طلعت كان لنا حاجة حلوة قوي. لنا بص يا ولاد المسافة بين الأوريجين والإنسيرشن لأي عضلة في الجسم أطول من الطول الفعلي لهذه العضلة. ده خلقة ربنا كده. يعني ده الأوريجين وده الإنسيرشن. المسافة ما بين الأوريجين والإنسيرشن لأي عضلة أطول من الطول الفعلي لهذه العضلة. يبقى الحل عشان العضلة تمسك في الأوريجين والإنسيرشن يحصل لها إيه؟ تبقى في حالة continuous stretch. continuous stretch يبقى هتعمل continuous contraction اللي هو المسل تون. ده أهم سبب. إن قصد إلهي إن ربنا خلى المسل لينث الديستانس ما بين الأوريجين والإنسيرشن خلاص أكبر من المسل لينث. طب تاني حاجة إنه ممكن يزود التول عن طريق الجاما إيفرين ديستشارج. إن الجاما تشد لك المسل سبندل أكتر. هلو ما قلت اللي أنت عارفها كونتراكت البريفرال بارتس والسنتر بارتس. فتقدر تزود التول كده في رمز الضهر الجامد أو تخففه شوية باللعب في الجاما. طب هي ليه أكتر في الجرافيتي؟ أهي الفورس أهي ذا ماسل تون إز مور إن ذا أنتي جرافيتي ماسل اللي هي قلناها. لأنها نورمالي الجرافيتي بتشد الأنتي جرافيتي أكتر وهوريها لك أهي. الجرافيتي لازم الفليكسور في الأبر ليم يبقى مشدود أكتر. الجرافيتي عاوزة توقع إيدي كده يبقى مين مشدود أكتر؟ مشدود أكتر الفليكسوس يبقى لازم يبقى فيها تون أكتر. الجرافيتي عاوزه توقع راسي كده وتوقع الباك كده وتتني رجليها لتحت يبقى مين هم الانتي جرافيتي بقى اللي هم الاكستنسورز اوف ذا نيك اكستنسور ذا باك اكستنسور لور ليمز. الجرافيتي عاوزه توقع الجو الماندبل يبقى الانتي جرافيتي هم الاليفيتورز اوف ذا جو. يبقى الجرافيتي شد الانتي جرافيتي اكتر مطولاهم اكتر عشان كده هم فيهم مور تون. يعني شوف الروعة. يعني احدى الجرافيتي عاوزة تكومنا فربنا باي فيري سمبل ميكانيزم خلى التون اكتر في اللي بيعكسوا الجرافيتي اللي هم الانتي جرافيتي. ازاي؟ بان الجرافيتي عاوزة تطول البايس فالبايس يبقى فيها تون اكتر. الجرافيتي عاوزة توقع راسي كده والله جتني كده ورجلية فيبقى اللي بيعكسهم الاكستنسور والنك اكستنسور والباك اكستنسور والرور ليم. الجرافيتي عاوزة توقع الجو فيبقى منظرك زي لهبة فبتشد الاليفيتور فالاليفيتور يبقى فيهم طول اكتر. يبقى لثلاث اسباب في كونتينيوس ماسل كونتراكشن اللي هو طول. واحد الحاجه الرائعه اللي الواحد يقعد يفكر ايه الخلق الالهي ده يا رب؟ ايه العظمه دي؟ ان المسافه بين الاوريجين والانسيرشن لاي عضله اطول من الطول الفعلي لهذه العضله فلازم تبقى في حاله مينتيند ستريتش وبالتالي مينتيند كونتراكشن اللي هو الطول. طب انا ممكن ازود التون كده افرد ظهري كويس قوي اريحه شويه كده افرده كده. بلعب في مين؟ بلعب بالجاما بالهاير سنتر في اربعه فاسيلتاتوري وخمسه انهيبيتوري. طب انا محتاج التون اكتر في انهي ماسلز؟ في الانتي جرافيتي لان الجرافيتي عاوزه تكومني. انت لو اطلقت رصاص على واحد موته تلاقيه اتكوم على طول. يبقى التون اللي بيمنع تكويمه في الانتي جرافيتي. ام ربنا خلى الجرافيتي تشد الانتي جرافيتي اكتر اللي بيعكسوه فيبقى فيها تون اكتر. يعني مشكله حل روحها. سبحان الله سبحان الله حاجه المتعه. يعني عارف وانا بحكي لكم في السولجي بالامانه يا اولاد يعني انتوا بتنبسطوا مثلا انكم سامعين في السولجي. انا مبسوط لاني حاسس كده ان انا في حاله يعني تهدؤ كده وتامل في عظمه الخالق. ايه ده؟ ايه الروعه دي يا ربي؟ ريسبتور له ايفرنت قدر غير السنسيفيتي بتاعته كل حاجه تنطق بانه وراء الخلق خالق. وراء الخلق خالق لمن يفهم يا ولاد. فين بس مش عاوز قربنا خالص ولاد. خلاص هنقفل ونبقى فاضل لنا حته صغيره في الاستريتش فليكس ونقول معاه
الانفيرس والحاجات دي. طيب نشوفها بس راحت فين. اهي. طب ليه هيسالك سؤال ليه المسل تون داز نوت شو فيك؟ ليه المسل تون ما بتتعبش؟ داز نوت شو فيك؟ واحد، لان واحد واثنين الكونتراكشن سبتيتانيك الترنيتنج، ما يعني خمسه يشتغلوا ويريحوا بالتبادل مع خمسه تانيين، يبقى سبتيتانيك الترنيتنج. طب والسبب الثالث الاوائل؟ ان احنا قلنا العضلات يوجد فيها نوعان من المسل فايبرز، سلو ريد ريزيست فاتيج، وهي بتبقى سمول، حتى سمول فاكر سلو سمول خدناها في سنه في الاولى في السنه الماضيه، وفي لارج فاست اللي هي بتتعب. تفتكر بقى انت مش عاوزها تتعب، يبقى مين اللي يقوم بالتون اساسا؟ السلو سمول ريد ماسل فايبر، ان هما بيريزيست فاتيج. طيب ايه بقى الفانكشنز اوف ماسل تون؟ الفانكشنز اوف ماسل تون اول واحده اديك شايفها اهي، تو مينتين بادي بوستشر، سبب التون انا ظابط نفسي. تاني واحده مينتين بادي تمبرتشر، لما تصور العضلات سكيلتال ماسل 40% من وزن الجسم، تطلع حراره رهيبه، تحتفظ بدرجه حرارتك 37، واقول لك حتى اثبات اكتر. تصور الواحد، الناس بتتكلم في السولجيا ولا لانها من الخالق، الواحد في البرد يقول لك انا نشفت من البرد، نشفت يعني زودت التون. تصور ده يزود الهيب برودكشن 100%، انك انت نشفت كده التون زاد. ده في اكتر طبعا الشيفرنج زاد 800% لو تحركهم، لا انما التون ده بيمنتين بادي بوشر، التون ده بيمنتين بادي تمبرتشر. وبعدين الوظيفه الثالثه انه التون في اللونز، قال لنا الزملاء الافاضل بتوع الاناتومي، بيساعد الفينس والليمفاتيك ريتات اهي، اللي هم البريفرال هارتس والفالز، تمنع ارتجاع الدم. وبعدين بتدي الباك جراوند فور بلانتري موفمنتس. صالب قال لي فاهم هلا دي صعبه شويه، يعني ايه باك جراوند فور بلانتري موفمنتس؟ لو ما فيش توم ما اقدرش اعمل اي موفمنتس. بص لي اهو حضرتك، لو انا هجيب حاجه من تحت الترابيزه لازم اثبت نفسي في وضع معين. لو انا سايب كده خالص خالص هتحرك ازاي؟ هكتب على البورد، يبقى لازم اثبت نفسي كده دراعي في وضع معين عشان صوابعي تتحرك وتكتب كلمه. لكن لو دراعي سايبه ما فيهاش توم ما اقدرش اعمل اي فولنتري موفمنتس. يبقى كل فولنتري موفمنتس ليه باك جراوند ماسل تون، يبقى هي الباك جراوند لاني فولنتري موفمنتس. اجيب حاجه من حته عاليه غير اجيب حاجه من تحت الترابيزه غير اقعد اكتب على البورد، كل واحد بثبت وضعي في وضع معين عشان اقدر اعمل الحركه. ما عرفتش اثبت نفسي ما فيش حركه، يبقى ده الماسل تون. يبقى في عجاله كده، في عجاله، ده اشهر سؤال على الاطلاق اللي هو الفيسيولوجيكال سيجنيفيكانس اوف ستريتش فليكس. تبقى عارف انها الاسترتش فليكس هيلب تو مينتين ماسل لينث اند تو ريزيست اني ترايل تو تشين ذات لينث. اي عضله تعملها مودريت ستريتش تطولها كونتراكت عشان تقصر تاني ترجع لطولها. ثم الرول اوف فولنتري موفمنتس، الرول في الفولنتري موفمنتس تشرح الحاجتين الجمال اللي هم السيرفو اسيست اهي، السيرفو اسيست والدامبينج افكتس. ثم تشرح المسل تون انها ريفلكس سبتيتانيك الترنيتنج، ريفلكس سبتيتانيك الترنيتنج. هذه الثلاث كلمات كل واحده مليون جنيه. هي الترنيتنج عشان ما يتعبوش، وسبتيتانيك يعني بص لكل واحده لوحدها سبتيتانيك، والترنيت هيست ات اني جيفن مومنت في خمسه كونتراكت فهمت، وريفلكس خلاص. ايه طب إيه؟ ليه في تون؟ ليه في كونتينيوس كونتراكشن بالعقل؟ لان في كونتينيوس ستريتش بكام طريقه؟ بثلاثه. ان المسافه بالاوريجن انسيرشن في الخلق الالهي اطول من طول الفعل العضله. انا ممكن ازود التون، انقص تون باللعب في الجاما بريفرال بارت والسنترال بارت. طب هي المفروض تبقى فين؟ في الماسل اللي بتعاكس تاثير الجرافتي، عاوزه توقعني، يبقى في الانتي جرافتي. هي بتيجي اوتوماتيكالي الجرافيتي بتشد الانتي جرافيتي اكتر ففيهم تون اكتر. طب ليه ما بتتعبش تكتب ده كله؟ لانها سبتيتانيك الترنيتنج، وانها في السمول سلو ريد ماسل فايبر اللي هي ريزيست فاتيج. طب ايه وظائف التون؟
منتين حاجتين، البادي بوشر ده الاهم، منتين البادي تمبرتشر. يبقى منتين حاجتين، بادي تمبرتشر وبادي، واسف بادي بوشر وبادي تمبرتشر، تساعد الفينس والليمفاتيك ريتيرن من تحت تزق والفالز يمنعوا الارتجاع. وبعدين الباك جراوند بتاع اي فولنتري موفمنتس. فاضل دقيقتين وهنقفل بكده يا اولاد، اللي هو الانفست ستريتش فليكس بقى، عشان خاطر تفهم ايه القصه. اللي هو الوحيد قلنا اللي باي سينابتيك، انفيرس ستريتش فليكس هنلاقيها حالا. انفيرس ستريتش فليكس، طيب هنشوفها حالا يا ولد. ثانيه قليل من الوقت، قليل من الوقت ايه بس دعنا. ثانك جاد. الأوراق، ما أنا زي ما بقول لك أنا بقوم بكل الوظيفة لوحدي، مصور ومخرج وممثل وإضاءة وكل شيء. inverse stretch reflex اللي هو الأوتوجينيك انهيبيشن، فلن فيها في ست نقط ونمشي، هم عكس بتوع المسل تون بالظبط. إحنا قلنا أولاد أي عضلة تعمل لها moderate stretch تعمل contraction، والغرض الحفاظ على length and to resist any trial to change this length. وقلنا حاجة جميلة جدا، ان كل شيء يزيد عن حده ينقلب الى ضده. لو انا العضلة عملت لها ماركت ستريتش وعملت ماركت كونتراكشن زي ما انت متصور هتتقطع، فربنا خلى العضلة فيها قوة عاقلة من الخالق، لما تعملها ماركت ستريتش ما تعملش ماركت كونتراكشن هتقطع، بالعكس تعمل ريلاكسيشن. الغرض هنا مش الحفاظ على اللينث، الحفاظ على التنشن، على الشد، عشان مش من كتر الشد هي هتتقطع. لو 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 قومتك وعملت ماركت كونتراكشن زي ما انت عاوز ماركت ستريتش ماركت هتقطع، فبالعكس تريلاكس يحصل العكس للحفاظ على التنشن. عشان كده سموه انفيرس، انفيرس يعني العكس، انفيرس ستريتش فليكس، كلمه فيرس يعني عكس، انفيرس ستريتش فليكس. كان في فيلم اسمه كريمر فيرسس كريمر بتاع داستون هوفمان، هوفمان خد فيه اوسكار، فيرس على العكس. طيب تعالى طالب يقول لي ادينا بقى مثال، انت قلت لنا ان اي ريفلكس نشرحه في ست نقط، والايم لو انا بقى من الاوائل، هم حتى ليه انا بنهي بيه عشان نقارنه بقى مع الستريتش فليكس. يبقى الاستيمولس ليه هي ما عملتش كونتراكشن؟ لان التنشن زاد في العضله، increase tension in muscle or tendon، كنتيجة لإيه بقى؟ ماركت ستريتش، عشان كده هناك قلنا مودريت ستريتش أو ماركت كونتراكشن. طيب عشان ما تتأثرش، شوف العظمة اللي هي ما تتأثرش غير بالماركت ستريتش، فربنا حط ريسبتور في التندون اللي هو جولجي تندون أورجان. يبقى المودريت ستريتش مش هيأثر فيه، هيأثر في الفليشي بارت في السبند، إنما ماركت ستريتش هيأثر في جولجي تندون أورجان. خلاص؟ طيب الافرنت هنا 1 برضه، بس 1 بي مش 1 اي، لانه مش باهميه المسل تون. سنتر ذيس از ذا اونلي ريفلكس ويتش از باي سينابتيك، اثنين سينابس، لان فيه 1 انتر نيرون. طب الافرنت هنا اللي رايح للاكسترا فيوزر هو بقى، ده ما اقدرش اغيره اللي هو الاي الفا. طب والريسبونس ريلاكسيشن مش كونتراكشن، عشان كده سموه inverse stretch reflex relaxation اهو. والايم هناك كان الايم to maintain muscle length، انما هنا to maintain muscle tension. الانفيرس stretch reflex او يسموه جولجي تندون ريفلكس. تعال بقى قارن السبعه بالسبعه ونقفل بكده. انا اقول واحده وانت تقول الثانيه. في الاستريتش ريفلكس الاستيمولس از مودريت ستريتش، هنا ماركت ستريتش او ماركت كونتراكشن ادى لزياده التنشن، العضله تتقطع. هناك الريسبتور تاني نقطه كان في الفليشي بارت ماسل سبندل، هنا لازم يتحط في حته جامده عشان ما يتاثرش غير بالماركت ستريتش جولجي تندون اورجان. هناك كان الافرنت 1A، هنا 1B. نقطه رابعه السنتر هناك كان مونوسينابتيك، انما هنا باي سينابتيك 1 انهيبيتور انتر نيرون. النقطة الخامسة في الحالتين الإفرنت واحد، إيه ألفا اللي بيغذي العضلة. الريسبونس هناك كونتراكشن
انما هنا ريلاكسيشن. طب النقطه السابعه بتاعت الاول الايم. المسل تون هو الاسترتش ريفلكس، ستاتيك ستريتش ريفلكس، كان الغرض تو مينتين كونستنت ماسل لينث اند تو ريزيست اني ترايل تو تشينج ذيس لينث. انما هنا تو مينتين ماسل تنشن تو بريفنت رابتشر ماسل. ما عشقت مستر عشق النظام يا اولاد. يبقى سبع نقط تروح نازل بيهم الصراصير، ستيمولس ريسبتور افرين سنتر افرين ريسبونس، وراهم الايم. تمام؟ تبقى عارفهم حلو. هناك مودل ستريتش، هنا ماركت ستريتش او ماركت كونتراكشن، هناك ماسل سبندر، هنا بولجي تندن اورجن. ثالث نقطة هناك 1A، هنا 1B. السنتر هناك مونو سينابتيك، هنا باي سينابتيك، في 1 انهبيتور انتر نيرون. والايفرنت هنا ايه الفا وهناك ايه الفا، هو نفس الايفرنت. ريسبونس هناك كونتراكشن، هنا ريلاكسيشن. هناك كنت عاوز احافظ على اللينث، هنا عاوز احافظ على التنشن. فاوعى تنسى. وعندي سؤال اخير بقى اساله لك اللي بدانا بيه وسايبه لك الاخر. لو قال لك قول المسل سبندل من حيث السنتر ومن حيث موضع الريسبتور، احنا قلنا بتقسم بده الطرق، ومن حيث عدد السينابس. من حيث السنتر سباينال ريفلكس، من حيث وضع الريسبتور في المسل يبقى ديب ريفلكس، من حيث عدد السينابس يبقى مونو سينابتيك. انما الانفيرس تنش ريفلكس نفس الكلام، من حيث السنتر سباينال ريفلكس، من حيث مكان الريسبتور ديب ريفلكس. الاختلاف هو في السينابس. هناك كان مونو سينابتيك وهو الوحيد اللي مونو سينابتيك، هنا باي سينابتيك وهو الوحيد اللي باي سينابتيك. يبقى في كل ريفلكس يا اولاد انا خدت اثنين دلوقتي، طبعا اللي خد معظم الوقت اللي هو ستريتش ريفلكس، اللي خد وقت قليل جدا انفيرس ستريتش ريفلكس، وعملتهم في مقارنه رائعه الصراصير الست نقط والايم. هما الاثنين سباينال ريفلكس، هما الاثنين ديب ريفلكسز، بس واحد في المصري والثاني في التندوم. مش فارقه يعني انها ديب، انها فارقه في الشغل. الفرق بقى المهم جدا ان ده مونو سينابتيك انما ده باي سينابتيك. وفي الاخر يا اولاد اشكركم على وقتكم اللي ادتهولي، اتمنى اكون افدتكم، ولم يبقى الا الدعاء بالتوفيق. وفقكم الله. وبليز هذا واحد من المواضيع اللي هي تقيله قوي في السي ان اس، فعاوز تسمع المحاضره مره والتانيه وتستوعبها كويس قوي، لانك لن تفهم نيورولوجي علم اعصاب من غير ما تفهم هذه المحاضره كويس. لانه في امراض العصبيه واحد من الحاجات الاساسيه هو الديستربنس في المو في التون وفي الحركه، فاهم مين بيفاسيليتيت ومين بينهبيت وازاي انسقهم. وادعو لكم بالتوفيق، وفقكم الله.